صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. لسه في ردود فعل كبيرة على المشهد العظيم اللي عمله المصريين في الانتخابات الرئاسية، والحقيقة إن الانتخابات دي أهميتها الحقيقية في أنها خطوة مهمة جدا لاستقرار البلد، وكمان فتحت باب كبير أمام مشاركة حقيقية وتحول ديمقراطي وتعددية حزبية بتحصل لأول مرة في مصر. عشان كده ما كانش غريب على المصريين زي ما تابعنا أنهم يقفوا طوابير أمام لجان الانتخابات ويوصلوا رسالة للعالم كله أن احنا ورا بلدنا ومكملين في المشوار اللي بدأناه. حين ردود الفعل الدولية كمان على الانتخابات خصوصا في الصحافة العالمية رصدتها غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات، واللي أكدت أنه الصحافة الدولية نشرت العديد من المواد الإعلامية اللي أكدت أنه الانتخابات الرئاسية المصرية أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء كان من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو حتى محاولات تأثير على اتجاهات التصويت. كمان فريق المتابعين الدوليين التابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عقد مؤتمر صحفي امبارح بحضور وكالات الأنباء المحلية والدولية، وده للإعلان عن نتائج متابعتهم للانتخابات الرئاسية 2024، وقالوا إن الانتخابات دي تمت بنزاهة وكفاءة، وكمان وجهوا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التسهيلات اللي وفرتها الهيئة للمتابعة المحلية والدولية لعملية التصويت. طبعا حسب يعني الجدول الزمني الموضوع، من النهارده الهيئه الوطنيه للانتخابات هتبدا في تلقي الطعون الانتخابيه الخاصه بمحاضر وقرارات اللجان العامه فيما يتعلق بالاقتراع والفرز، وكمان هتفصل في هذه الطعون خلال يومين الجمعه والسبت، وهتعلن النتيجه النهائيه للانتخابات الرئاسيه يوم الاثنين اللي جاي 18 ديسمبر. يعني ان شاء الله هذه الانتخابات الرئاسيه وهذا الاستحقاق الانتخابي يكون بمثابه كده فتحه خير وطمانينه على مصر وعلى كل الشعب المصري، وباذن الله يمكن كلنا بنامل طبعا ان اللي جاي يكون احسن واحسن بايدينا احنا. بنصبح على حضراتكم مره تانية، صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير يا مصر. طبعا ما فيش شك انه الايام دي الجو برد جدا، زائد النهارده كمان الخميس معروف بزحمته، بس ما اعتقدش يعني في ساعات الصباح الاولى، لكن عشان نطمن على حاله الجو وكمان نعرف اخبار المرور هنروح لهاله عشان نشوف الدنيا عامله ايه. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانه، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. جوله سريعه الاول في احوال المرور وبعد كده نشوف الطقس. نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، وهنبدا جولتنا المروريه من محافظه القاهره ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع ثانيه هنلاقي ان في سيوله مروريه على طريق الكورنيش. هنلاقي كثافات مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه. طيب لو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي ان هناك في كثافات مروريه مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي ان في سيوله مروريه. في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، ونفس الكلام للي متجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. وتعالوا مع بعض دلوقتي نروح سريعا لمحافظه القليوبيه. لو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفيه وماشي على الطريق الاقليمي يفضل طبعا انك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيهوش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. اللي جاي بقى من الزراعي هيلاقي ان في بعض الكثافات المروريه في طريق اسكندريه الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن اصبحت اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعه وسط متابعه بصفه دوريه لحركه السيارات لسحب اي كثافات مروريه بتظهر بالطريق طبعا لمنع ظهور اي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركه السيارات في الطريق الزراعي امام القادم من مدينه بنها في طريقه لمدان المؤسسه ومنطقه المظلات. كده خلصت نشرتنا المروريه. هنروح احنا دلوقتي لسه في النشره المروريه، هنروح محافظه بورسعيد وهنلاقي ان في سيوله مروريه في اغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتاده في ساعات الذروه الصباحيه زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبيه قليله بتبدا تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. لو رحنا دلوقتي طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيوله مروريه، ومن طرح البحر هنروح لشارع جمهوريه في كثافات مروريه مكمله لحد اخر الشارع.
كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. دلوقتي جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال الصعيد. في شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. هتكون كثيفة أحيانا على مناطق من القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين وهي 28، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. طبعا هنتابع الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا بنبدأ معاكم دايما أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاتصال هاتفي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وخلال الاتصال أكد سيادة الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. كمان امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم اللي ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات. عشان كده اصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي المهم. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر اللي تصدروا المشهد الانتخابي وعبروا أيضاً عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. أيضاً توجه الدكتور مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيراً إلى أنها كانت دوماً عند حسن الظن بها وسباقة وقت التحديات تشد من أزر المجتمع كله. امبارح نوه رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي للجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع. ولفت رئيس الوزراء للتوجيه الصادر للجنة المشكلة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية بحث المزيد من الآليات اللي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية، مع ضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. امبارح تولى المستشار محمد الحمصاني مهمة العمل متحدث رسمي باسم مجلس الوزراء خلفاً لزميله بوزارة الخارجية المستشار سامح الخشن اللي عاد لوزارته لتولي مهام جديدة. الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال إن مصر بتواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، سعياً للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي بيمروا بيها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوم. قال كمان إنه منذ أمس الأول بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ده بالإضافة لمعبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أيضا إن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60 ل80 شاحنة يوميا. أيضا تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر ل 189 ألف لتر، بالإضافة لاثنين شاحنة غاز منزلي وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس. بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي سوهاج تم تدشين مبادرة الفحص المبكر عن أورام السرطان
من خلال 204 مراكز ووحدة صحية. وفي الأقصر أيضا بيتم دلوقتي الاستعداد لمهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج الأقصري. كمان امبارح في جامعة أسوان تم الإعلان عن إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفاء الأرنبية. وفي البحيرة تم تسليم 982 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في سوهاج تم تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية تحت شعار انزل اكشف اطمن، واللي بتستهدف المواطنين من سن 18 سنة فأكثر. المبادرة بتقدم خدمتها من خلال 204 مركز ووحدة صحية بتغطي كافة مراكز المحافظة. في الأقصر بيستعد فرع ثقافة الأقصر لعقد فعاليات مهرجان التحطيب السنوي في ساحة أبو الحجاج يوم الحد الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة 3 عصراً، وبيستمر حتى 20 من نفس الشهر، وهيشارك فيه عدد من فرق الفنون الشعبية. في جامعة أسوان تم الانتهاء من أعمال الجراحة بالقافلة السنوية للأمراض الخلقية والتشوهات للأطفال، وتم إجراء 76 عملية جراحية ضمن قافلة الشفة الأرنبية داخل المستشفى الجامعي بأسوان. في بورسعيد بدأت الغرفة التجارية في طرح 2 طن سكر يومياً بسعر 27 جنيه للكيلو أمام مقر الغرفة، وده ضمن مبادرة تخفيض الأسعار مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السلعة. في بني سويف بتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بتنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة. وتم حتى الآن تحصين 85,815 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام. في المنوفية أنهى المزارعون حصاد محصول القطن المنزرع على مساحة 3649 فدان بعدد من مراكز المحافظة، أهمها مركزي أويسنا وتلا، واستهتمام بالغ من الجهات المعنية وتسهيلات كبيرة في التوريد. في البحيرة سلمت مديرية التضامن الاجتماعي 982 كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع المحافظة، وده لتحسين حياة مئات الأسر بالبحيرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي، وده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع، بس قبل ما نروح للفاصل اسمحوا لي اقول لحضراتكم فقراتنا النهارده. معنا فقرات كتير جدا الحقيقه متنوعه وتهم ناس كتير جدا، وعلى سبيل المثال هنتكلم عن السيارات، ولكل محبي السيارات هنتعرف مع حضراتكم عن الاعطال، اعطال السيارات تحديدا في الشتاء وازاي ممكن نتعامل معاها. كمان هنتابع الاحوال الجويه في الاسكندريه خاصه مع تزامن سقوط غزير للامطار، وهنتكلم ايضا عن اماكن تجمعات المياه. ايضا محبين الرياضه هتكون معانا فقره عن منافسات الجوله الاخيره من دوري ابطال اوروبا، وفقرات ثانيه كتير هنتابعها مع حضراتكم خلال الحلقه. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية منه إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. هتكون كثيفة أحياناً على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الجو إيه النهاردة، وإيه المناطق اللي هيكون فيها فرص أمطار؟ احنا طبعا بعد ال 48 ساعه الماضيه من التقلبات الجويه والامطار وانخفاض قيم درجات الحراره بسبب تاثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بدا المنخفض الجوي يعني يتحرك باتجاه بلاد الشام بشكل كبير، وهيأثر مكانه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده اعتبارا من اليوم، فبالتالي هتبدا
يبقى في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير. تلاشي الفرص سقوط الامطار من معظم محافظات الجمهوريه، لان مش هيكون في اي سحب مؤثره بسبب وجود المرتفع الجوي. هنلاقي الاجواء مشمسه بشكل كبير فتره النهار، فبالتالي هيكون في تحسن في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه واستقرار تام في الاحوال الجويه. عظمى على القاهره الكبرى هنبدا نحس انها ترتفع عن امس بمعدل درجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 23 درجة مئوية خلال فترة النهار وتحديدا فترة الظهيرة، لأن هنلاقي الأجواء مشمسة بشكل كبير، ده هيساعد إن درجات الحرارة ترتفع عن أمس أو أول أمس، فبالتالي الطقس هيكون طقس لطيف ودافي تماما خلال فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية أو الوجه البحري، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل تماما على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون أكثر فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة بدأنا نحسه بشكل كبير خلال الليالي الماضية، ومتوقع استمراره معنا خلال الليالي اللي جاية، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. الأوقات دي الصغرى فترة الليل بتنخفض هي 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ولو احنا في المدن الجديدة او الاماكن المفتوحة بشكل كبير هنحس كمان بالبرودة اكتر، ونحس درجات حرارة اقل من ال 14، فاجواء باردة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. بالاضافة كمان طبعا دايما حالات الاستقرار في الاحوال الجوية بتكون معاها الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية، تعود تاني الشبورة المائية، يمكن احنا شفناها النهاردة على اغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصفحات المائية المؤدية من وإلى محافظات شمال البلاد، وكانت كثيفة في بعض الأماكن زي مدن القناة، بعض الأماكن زي الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء، كثيفة يعني بتؤدي لمزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي الحمد لله ما بتوصلش للشبورة المائية الضبابية اللي احنا شفناها الأسبوع الماضي، فيها معاها انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كثيف، لكن مش انعدام في الرؤية الأفقية الحمد لله، وهتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع الساعة 8-9 صباحا الشبونة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. كمان طبعا الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع أن هي تستمر معانا على الأقل لبدايات الأسبوع المقبل، يمكن لمنتصف الأسبوع اللي جاي أحوال جوية مستقرة بشكل كبير، درجات حرارة يعني حول المعدل أو أعلى من المعدل بحوالي درجة، من 23 إلى 24 عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار، والظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية. ما فيش أي فرص أمطار مؤثرة خلال اليوم أو في 48 ساعة اللي جاية، بس هنخلي بالنا وهننصح كل السادة المواطنين من نوعية الملابس فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر يكون معانا جاكيت غير الملابس الشتوية اللي احنا لابسينها، عشان تجنبا طبعا لنزلات البرد. القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة البائية، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، ونتبع كافة تعليمات المرور، وطبعا نتابع النشرات الجوية دايما قبل ونخرج من البيت. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 والعاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 23-13 والعلمين الجديدة 22-12، مطروح 22-12 أيضا، ودمياط 22-13، بورسعيد 22-15 والإسماعيلية 24-13، أما في السويس 23-14 والعريش 22-12، كاترين 16-5 طابة 24-15، حلايب 26-20 وشلاتين 28-19، شرم الشيخ 26-16 والغردقة 25-15، في الفيوم العظمى 23 والصغرى 11، أما في بني سويف 23-10، في الوادي الجديد 26-9 وأسيوط 24-9، سوهاج 24-11 وقنا 25-12، الأقصر 25-12 وأسوان 26-12. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ودلوقتي عودة مرة تانية لجمانة وشاذلي ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك هلا، شكرا جزيلا. شكرا. اسكندرية شهدت أمطار غزيرة وتقلبات في الأحوال الجوية، عشان كده شركة الصرف الصحي رفعت حالة الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات للمياه بشكل سريع. معنا على التليفون اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. يا ست اللواء صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا محمد على حضرتك والاستاذ جمانه والساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نطمن من حضرتك على حاله الطقس حاليا في اسكندريه.
لا والله الحمد لله، الامور النهارده الحمد لله احسن كتير، الجو شتوي جميل والشمس طالعه والدنيا جميله ما الحمد لله يعني. طيب مع ان كل الليل كان في بعض الامطار برضو على بعض المناطق في اسكندريه، وخلال الفتره اللي فاتت يعني حضرتك احنا رافعين الحاله تعداد الامطار دي من يوم الجمعه السابقه، يوم الجمعه السابق يعني امبارح كان يوم السادس لينا على التوالي كده، رافعين الحاله وناشين عربياتنا وبدلاتنا. انت عارف الاسكندريه طبعا بتتعرض لطقس يبقى غالبا يعني اكثر امطارا واكثر تقلباتا، فمن الجمعه اللي فاتت لحد امبارح رافعين الحاله، وطبعا صادف الفتره بتاعه رفع الحاله دي الفتره بتاعه الانتخابات رئاسه الجمهوريه، الانتخابات العرس الانتخاب الجميل اللي تم، فكان لازم كل الاجهزه تكون مستنفره عشان يعني تتم الامور على خير الحمد لله. طيب سيادة اللواء برضو خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين خاصة أهالينا في اسكندرية، هل في أماكن فيها تجمعات مياه لسه؟ هل في أماكن مفروض يعني بيحاولوا أن هم يبعدوا عنها عشان يتفادوا الزحمة، أو حتى يدوا فرصة لعربيات شفط المياه أن هي يعني تقوم بعملها؟ لا الحمد لله أستاذ جمانة، يعني بقول لحضرتك خلال الفترة فاتت احنا يعني أكثر من 180 سيارة ومعدة منتشرين في على مستوى المحافظه بالكامل. اي امطار باي تجمعات بتحصل بنتعامل معاها على طول، الحمد لله ما حصلش في خلال الفتره اللي فاتت اي اعاقه مريه او اي مشكله الحمد لله. انما بعض الاماكن اللي هي برضو لسه ما تتنفسش فيها استراتيجيه الامطار بيحصل فيها تجمعات وبيتم التعامل معاها على طول يعني، انما لم يحدث اعاقه مريه او اي مشكله على مستوى المحافظه بالكامل. طيب سياده اللواء، هل احنا دلوقتي في وقت نوه؟ وحضرتك طبعا احنا النواه زي ما قلنا قبل كده لحضرتك مع التغيرات المناخيه بقت تغير توقيتاتها، يعني احنا كان دايما غالبا نوات المكنسه، نوت عيد الميلاد، نوت راس السنه، نوت كذا، كل واحده من دول لها توقيتات، انما غالبا مع التغيرات المناخيه بقت التوقيتات تتغير يعني. فاحنا متابعين معايا الارصاد ساعه بساعه ويوم بيوم بتتغير يعني بفرق كبير يا فندم. توقعات قبلها بفتره يعني. طيب يعني وقت النوى ده يا فندم بيتغير بفتره كبيره يعني بفارق كبير، ولا ممكن ايام بس قبلها او بعدها عن الميعاد المعروف؟ لا هي ايام وحاجات برضو ايه، انا عايز اقول الظواهر اختلفت يعني. ممكن تلاقي مثلا حضرتك كان دايما في شهر 12 بيحصل مثلا ارتفاع لمياه البحر مع الامطار، الكلام ده حصل في شهر 11 اللي فات، البحر ارتفع، الامواج ارتفعت ومع الامطار شغاله برضو، فالتوقيتات والحاله والظواهر بدات تتغير شويه مع التغيرات المناخيه. طيب بالنسبه برضو لحاله البحر سياده اللواء، هل تم رصد خروج للمياه على الكورنيش او ارتفاع الامواج بشكل مثلا ازيد من العادي او اعلى من العادي؟ لا خلال الفتره الحاليه بتاعت الست ايام دول ما حصلش الحمد لله ارتفاع الامواج، الامواج يعني من 1.5 ل 2.5 ونص، ودي ما بتطلعش ميه بره على البحر. احنا كل اللي يعني بيأثر علينا ساعات لما الامواج ترتفع عن 3.5 متر تبدا تظهر الميه تطلع من بعض الاجزاء في الشواطئ بتاعت اسكندريه. طيب سياده اللواء، احنا بالناس زي ما حضرتك ذكرت كده باستمرار مع الهيئه العامه للارصاد الجويه، اول ما بنتبلغ بان حاله الطقس هيكون فيها تقلبات مثلا خلال الايام اللي جايه، الخطه بتكون عامله ازاي؟ تحركاتنا بتكون عامله ازاي؟ استاذ محمد احنا طبعا يعني عندنا الاماكن اللي هي المرصوده على مستوى المحافظه اللي ممكن تجمع مياه امطار، عندنا خطه لانتشار السيارات والمعدات، بننشر العربيات والسيارات قبلها يعني. حضرتك التوقع كان يوم ليله السبت يعني، فنشرنا عربيات وبدلات من صباح الجمعه اللي فات، والمحطات لازم تكون كلها المحطات كلها في وضع استعداد ونفضي بياراتها اول باول. كل ناس تقول قياده الشركه الموجوده على مستوى المحافظه بالكامل يعني، هي موجوده رقم واحد او رقم اثنين، وطبعا يعني بيبقى في استنفار وتنسيق كامل مع كل اجهزه في المحافظه برئاسه معالي وزير المحافظ يعني. سيادة اللواء، في رقم ساخن او في طريقه تواصل بين المواطنين وبين حضراتكم؟ تمام يا استاذ جمان، احنا عندنا الرقم الساخن بتاع صرف فتح اسكندريه 175، وده نفس الرقم بتاع صرف القاهره 175 من التليفون الارضي او التليفون الموبايل 175. لو مواطن اي مواطن يتصل هتلاقي حد من عندنا بيرد عليه على طول وبيرد على طلبه يعني. والاستجابه خلال قد ايه يا فندم؟ الاستجابه فوريه على طول يعني، بقول لحضرتك احنا مستنفرين كلنا يعني، كل الشركه برجالتها بعربياتها معداتها موجودين على مدار 24 ساعه في الشارع يعني. طيب هل بيكون في تنسيق كمان يا فندم مع رجال الحمايه المدنيه؟ يعني هل عربيات شفط المياه بس اللي هي بتكون موجوده في الشارع، ولا في بقى سيارات اسعاف، في عربيات اللي هي بتاعه الحمايه المدنيه، عربيات المطافي، كل ده بيكون موجود ومستعد؟
كل الاجهزه التنفيذيه بقول لحضرتك مستنفره وموجوده، وكل واحد ليه مسؤوليته وليه مهامه، توثيق كامل من خلال المحافظه مع الوزير المحافظ والساده النواب والساده السكرتير العام والسكرتير المساعد، توثيق بينا وبين بعض. احنا في شبكه تسلكي بين كل قيادات المحافظه، في شبكه وصل بيننا وبين جميع القيادات، بنبلغ بعض على مدار الساعه يعني. طيب سياده الوكيل، يعني دايما اسكندريه بتغرق في الفتره دي، حرفيا بتغرق، والميه بتبقى موجوده في الاماكن اللي فيها انفاق بالايام، ايه اللي حصل خلال كام سنه اللي فاتت؟ الحمد لله، يعني احنا عايزين نقول برضو يعني من 25 اكتوبر 2015 لم يتكرر حدث بتاع غرق اسكندريه، الحمد لله يعني فضل ربنا ثم جهود الدوله دعمتنا جامد جدا، وبدانا بخطه كده شامله رفع كفاءه منظومه الصرف الصحي اولا، وبتكلفه تتعدى ال 2 مليار جنيه، ودلوقتي شغالين حاليا برضو بدعم كامل من الدوله في فصل مياه الامطار على مياه الصرف الصحي برضه بتكلفه تتعدى ال 1.5 مليار جنيه. المشاريع اللي بتخلص الحمد لله كلها جايبه نتائج كويسه جدا، ما عادش بجمع مياه امطار، وباذن الله لما تكمل استراتيجيه الامطار دي يعني ان شاء الله كده يكون الامور افضل بكتير جدا وما يحصلش اي تجمعات اسكندريه بالكامل. ان شاء الله. طب سياده اللواء، هل تم ابلاغ حضراتكم من هيئه الارصاد الجويه بانه هيكون في قريبا ايضا طقس متقلب امطار غزيره؟ يا استاذ جمانة، هم بقول لك زي ما حكي بعتوا لنا لمده اسبوع، يعني النهارده مثلا الاربع هيبعتوا لنا لعند يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، يعني هم يبعتوا لنا لو في شبوره، في مطر، في تقلبات، في ارتفاع امواج، بيبعتوا لنا كل حاجه. الامانه بيبعتوا لنا حوالي مثلا سبع لوحات كده بيانيه فيها كميه الامطار، فيها الاماكن اللي هتجمع فيها الامطار، فيها توقعات اللي يعني هتستمر قد ايه. وساعات يعني الاستاذ اللواء هشام والدكتوره ايمان من شاكر بيبعتوا لنا على طول قبل، يقول لك مثلا في سحب جايه في اتجاه الشمال، في سحب جايه في الغرب، سحب جايه في ساعتها قبلها بنص ساعه ولا حاجه. فالحمد لله بقول لحضرتك التنسيق كامل مع هيئه الارصاد الجويه، ونشكرهم جدا على الدعم بتاعهم. طبعا جهد محترم جدا يعني ان كان من قبل هيئه الارصاد الجويه او حتى من خلال حضراتكم. بس اخيرا يا ست اللواء، يعني هل بيتم الاستفادة بأي شكل من الأشكال من مياه الأمطار، ولا يعني على أي شكل بتصرف مياه الأمطار؟ تمام يا أستاذ جمان، احنا يمكن بس المشاريع اللي بنعملها حاليا كلها الغرض الأساسي منها نمنع التجمعات أو نمنع أي مشكلة أو تكدس مروري أو عقبة مرورية على مستوى اسكندرية بالكامل. معظم المشاريع، لأن الشارب بتاعنا كلية الهندسة جامعة اسكندرية، معظم المشاريع الحالية اللي بيتم الاستفادة بمية الأمطار، وبتروح على الاستفادة بيها في مشروع الدلتا الجديدة الحمد لله. يعني نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بنشكرك يا فندم. طيب احنا لسه في متابعتنا اليومية لما سيحدث اليوم. النهاردة طبعا هيحصل مجموعة من الأخبار، كمان في مباريات مهمة جدا هتتلعب النهاردة في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وكمان ماتشات الجولة الأخيرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطعون الانتخابية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الخاصة بمحاضر وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالاقتراع والفرز. ومن المقرر أن تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة والسبت في الطعون الانتخابية وإصدار قرار بشأنها. النهاردة هتقيم دار الأوبرا المصرية حفل لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات في 8 مساءً على مسرح الجمهورية. يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة، منها موسيقى المولد وابتهالات سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة التاسعة من عمر المسابقة. هيلتقي فيوتشر مع سيراميكا في تمام الساعة 4 عصراً، في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع الجونة، وفي 7 مساءً هيلتقي بيراميدز مع بلدية المحلة، في نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع المصري. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 16 مباراة في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع سان خلويزي البلجيكي في تمام الساعة 8:15، في نفس التوقيت مباراة رين الفرنسي مع فياريال الأسباني، والساعة 10 بالليل مباراة برايتون الإنجليزي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في نفس التوقيت مباراة ريال بيتس الإسباني مع رينجرز الإسكتلندي.
المنتخب المصري للكراش حصد 3 ميداليات خلال منافسات بطولة العالم للكراش للمحترفين واللي أقيمت في أوزبكستان. فاز باسل علاء الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وندى محمد فازت بالميدالية الفضية والمركز الثاني أيضا، أما ندى أشرف ففازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. خلينا تعرفت على تفاصيل أكتر معنا على التليفون الأستاذ محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج. صباح الخير على حضرتك، بعد التحية يعني طبعا ألف مبروك التألق في البطولة اللي أبطلنا، ويمكن محتاجين من حضرتك توضيح تفاصيل أكتر عن هذه الميداليات اللي حصل عليها أبطال مصر. خلينا نعرف تفاصيل كل ما يتعلق برياضة الكراش من الأستاذ محمد صبيح. رجع معنا مرة تانية أستاذ محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، اهلا بحضرتك مره تانية، وخلينا نتعرف اكتر عن تفاصيل الميداليات يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير على الجميع. صباح الخير. احنا رياضه الكراش رياضه انضمت حديثا للاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عمرها في الاتحاد تقريبا سنه ونص. احنا الحمد لله قدرنا ننظم بطوله افريقيا وتاهل منها 7 لاعبين للمشاركه في بطوله العالم الموجوده في اوزبكستان. كان الابطال المشاركين كابتن باسل علاء الدين وكابتن ندى محمد فهمي وكابتن ندى حسب النبي. الحمد لله باسل وندى عملوا يعني ملحمه، وكان حاجه مختلفه جدا. باسل حصل على المركز الثاني وندى حصل على المركز الثاني. باسل حصل على المركز الثاني وزن 79، وندى محمد فهمي وزن 70، وندى حسب النبي وزن 54 المركز الثاني. دي النتائج باختصار. طب برضو خلينا نعرف من حضرتك يعني اكتر عن رياضه الكراش، يعني حضرتك قلت ان هي تم اضافتها حديثا. هي لجنه من لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، اقرب لرياضه السامبو اللي موجوده عندنا في الاتحاد، عباره عن يعني اسقاط ارضا، ولكن بالرولز بتاعتها الاسقاط ارضا من اعلى الكيسه. الرياضه اصلها اوزبكستاني وانتشرت بشكل كبير في العالم. رياضه احد الرياضات الميداليه الجميله اللي انتشرت بشكل كبير في العالم، والحمد لله ولادنا المقاتلين المصريين دايما مميزين الحمد لله. طيب لعبه جديده زي ما حضرتك بتقول، ازاي قدرنا ان احنا نتابع هذه اللعبه ويكون عندنا ابطال فيها؟ في فندم في الرياضه في علم التدريب حاجه اسمه الاثر الانتقالي للرياضه. الابطال بيلعبوا رياضات اخرى مشابهه لما الرياضه بدات، وكان الطريقه اللي الاوزبكستانيين بيطوروا بيها اللعبه بداوا ان هم يعملوا مكافئات ماليه كبيره للابطال. لما بدانا ننظم بطوله في مصر وبطوله واثنين، بقى عندهم الاساسيات الفنيه للعبه وقوانين اللعبه، وهم عندهم خبرات كبيره في رياضات اخرى مشابهه. عملنا بطوله افريقيا الحمد لله فازوا بيها، عملنا بطوله دبليو اس بي الحمد لله فازوا بيها، اتنقلوا لبطوله العالم. احنا ما كناش بصراحه عندنا تقييم سابق قبل المشاركه ولا نعرف المنافسين بشكل جيد. كان في جهد ان احنا يبقى في اطلاع من خلال الانترنت ان احنا نشوف المستويات اللي موجوده. الاولاد طبعا اتعمل لهم معسكر تدريبي في المركز الاولمبي. الاولاد دول بيلعبوا اكثر رياضه، يعني بيلعبوا معانا جوه الاتحاد رياضه اخرى شبيهه اسمها رياضه الطامبو، بنفس يعني تقريبا بنفس الاساسيات. البطوله نفسها عايز اقول لك برضو فكره ان الجوائز ماليه كبيره اللي معموله جوه البطوله بتشجع لمستوى المنافسه، فكره ان الولاد نفسهم عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يقولوا احنا موجودين. كان توفيق ربنا معاهم، البطوله كانت جيده، كانت ماتشات رائعه، والحمد لله كانت النتائج اللي شرفتنا اللي كنا يعني كانت اكثر من توقعنا كمان اللي قدروا يقوموا بيها الابطال. طيب استاذ محمد، احنا عندنا باسل علاء الدين فاز بالمركز الثاني والميداليه الفضيه، كمان ندى محمد فاز بالميداليه الفضيه والمركز الثاني، وندى اشرف فاز بالمركز الثالث والميداليه البرونزيه. يعني لو ممكن حضرتك تعرفنا اكتر على ابطالنا وبطلاتنا، اعمارهم، يعني اديني تفاصيل اكتر عنهم. ولادنا هو اكبرهم باسل تقريبا 27 سنه، ندى وندى تقريبا 21 سنه، سنهم مناسب جدا. هم قضوا وقت طويل في ممارسه الرياضات اخرى، هم اسسهم الرياضيه اسس جيده، رياضه جديده قدروا يثبتوا نفسهم فيها. يمكن يبقى الفرصه اصعب في الرياضات اللي هي اكثر انتشارا والمعروفه في العالم،
دي كانت فرصه ليهم جيده ان هم يثبتوا نفسهم. طبعا ده يعني هم تعبوا كتير اتمرنوا كتير، مش يوم وليله، البطل ما بيطلعش يوم وليله، هم اتمرنوا كتير في رياضات اخرى ما كانش ليهم فرصه فيها، وربنا اراد ان يبقى ليهم فرصه هنا في رياضه الكراس، وان شاء الله احنا متنبئين ليهم بنتائج افضل من كده كمان في المستقبل. انا عايز اقول لحضرتك باسل وندى لعبوا ماتشات بجد صعبه، يعني كانت اكبر من توقعاتنا ولعبوا ابطال. ايه اصعب الماتشات طيب؟ نعم؟ ايه اصعب الماتشات اللي لعبوها؟ اصعب المباريات اللي لعبوها؟ يعني ندى كانت بتلعب في بطله من لاتفيا، بطله عالميه من لاتفيا في اول مباراه ليها. يعني كنا ندى محمد فهمي كنا بنتخيل ان يعني الماتش فعلا صعب، يعني لو حضرتك شفت البعد الجسم مثلا المواصفات الجسمانيه البطله العالميه اللي هي بطله لاتفيا ديت وهي بتلعبها مش متوقعين ازاي، يعني فعلا اوقات الانسان بينتصر على نفسه، يعني اوقات الانسان بيبقى اقوى حتى من التوقعات اللي حواليه، انتصاره هو في البدايه على نفسه كمقاتل خلاها تقدر تعدي المباراه دي كل الناس فاكرينها. باسل كان بيلعب بطل الهند تميز عليه، فلعب كذا مباراه قويه لما بيفقدوا برضه مبارياته. هو حضرتك لو يعني لو جات فرصه وان شاء الله يقول لحضرتك استوديو وتشوف المباريات، باسل من هو داخل على البطولات وكانه دي لعبتي انا جاي اكسب مع دي بديل تاني، بجد بطل يشرف. يمكن لا احنا محتاجين نتشرف بالابطال دول معانا في الاستوديو والله يا استاذ محمد. طيب حضرتك قلت ان في مباريات كتيره صعبه وفي تحديات كتيره واللعيبه بيتدربوا كتير، لكن بكل تاكيد الاستعدادات للبطوله بتكون مختلفه. المعسكر كان عامل ازاي والاستعدادات للبطوله كانت عامله ازاي؟ احنا استعدينا على كذا مرحله كرياضه جديده. الاول كان في انتقاء من خلال بطولات جمهوريه في مصر، ثم افضل عناصر ضمناهم لبطوله افريقيا. في بطوله افريقيا في بعض الموازين بتلعب في بطوله اسمها دبليو اس بي اللي هي البطوله التاهيليه في بطوله العالم، لعبوا فيها العناصر ديت ابطالنا المصريين. انضموا لمعسكر مغلق في المركز الاولمبي في المعادي، الاول انضموا في معسكر لرياضه السامبو وشاركوا في بطوله السامبو بطوله العالم، اثنين منهم بس ندى محمد فهمي كانت منهم اللي سافرت في بطوله السامبو ما كانش ليها نصيب. ثم رجعوا معسكر مغلق باسل علاء الدين وندى محمد فهمي وندى حسن النبي في وسط زمايلهم مجموعه من مجموعه كبيره تقريبا شهر، واستعدوا بشكل جيد مناسب. برضو لما راحوا بجد كان الامر فوق التوقعات، ان من اول مشاركه دوليه ليهم من اول مشاركه عالميه ليهم يعملوا نتائج دي امر بجد مفاجئ. طبعا احنا بنحيي حضرتك وبنحيي كمان ابطالنا وبطلاتنا باسل علاء الدين وندى محمد وايضا ندى اشرف اللي فازوا بميداليتين فضيتين وايضا ميداليه برونزيه، بنحييهم والف مبروك ليهم. طبعا شرفونا ورفعوا اسم مصر. نشكرك مره ثانيه الاستاذ محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.
واصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي وفقا لمخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية. وأوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق. وخلال الاجتماع تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع. وشدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحرة، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين بعيدا عن أي ممارسات أخرى. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أن هذا من شأنه تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يوميا. كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا، بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب المقاومة في منطقتي الشجاعية والزيتون شرق قطاع غزة، واستهدفت كتائب المقاومة الفلسطينية آليات وجنود جيش الاحتلال بمحاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأظهرت مشاهد تدمير عدد من الدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية فضلا عن الاشتباك مع جنود جيش الاحتلال الذين تحصنوا بداخل إحدى المدارس في المدينة. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزلين وسط مدينة رفح الليلة الماضية. وفي الساعات الأخيرة وصل إلى مستشفيات القطاع 196 شهيدا ونحو 500 مصاب من مناطق عدة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18600 شهيد ونحو 50600 مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية تجدد الاشتباكات في المدينة حيث سمع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن شهيدين وإصابة آخرين، كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه عدد من المنازل في الحي الشرقي لجنين. يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي آن سوليفان إن سوليفان يعتزم عقد عدة اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوغ لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة. وتأتي الزيارة وسط توترات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة. صوت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية. وقال مجلس النواب إن الوقت قد حان لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي بشأن أنشطة هانتر بايدن، مشيرا إلى أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد.
من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها، وقال إنه بدلا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين فإن أولوية الجمهوريين هي مهاجمة الرئيس بتلك الأكاذيب. أعلن حلف شمال الأطلنطي أنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12% إلى 2.3 مليار يورو، كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2% إلى 438.1 مليون يورو. وأفاد الحلف أن زيادة الميزانية العسكرية تسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية، وتوفر الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة حلف الأطلنطي والبعثات والعمليات حول العالم. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية، والفقرة دي يعني أعتقد هتهم كل محبين السيارات والمهتمين كمان بالسيارات، خاصة أن فصل الشتاء العربيات بيحصل فيها بعض المشاكل بسبب برود الطقس والأمطار. عشان كده إحنا دلوقتي هنتكلم مع حضراتكم في هذه الفقرة عن أشهر أعطال العربيات في فصل الشتاء، إزاي نتفاداها، إزاي نكتشفها قبل ما العطل يحصل، إيه أشهر الحاجات اللي لازم نروح نكشف عليها في العربية قبل ما يهل فصل الشتاء. زي كده ما احنا متعودين يا شاذلي انه فصل الصيف في حاجات قبل ما بيبتدي فصل الصيف لازم نروح نكشف عليها في العربية. ده في مشاكل في الصيف، الصيف ليه مشاكله والشتاء كمان ليه مشاكله بالنسبة للعربيات، أسئلة كتير طبعا هيجاوبنا عليها دلوقتي ضيفنا في الاستوديو وصانع المحتوى المتخصص في السيارات عمر عصام. صباح الخير عليك يا عمر. صباح الفل، اخبارك ايه؟ اهلا بيكم. صباح الفل. يا اهلا بيك. طبعا ما فيش شك انه في فصل الشتاء بتيجي تدور العربية الصبح العربية ما بتدورش. ده اول حاجه طبعا تقعد شويه كده وبعد العربيه ما تدور بتلاقي العربيه عماله تترج كده. ايه ابرز مشاكل العربيات في فصل الشتاء؟ هي في كذا حاجه بصراحه. اول حاجه البطاريه. لو هي ضعيفه شويه فاحنا لازم نعمل تشيك عليها، وخصوصا لو احنا بنركن العربيه فتره طويله فلازم ندورها كل فتره عشان ما نجيش ندور نلاقي ايه العربيه ما بتدورش. البوجيهات، في ناس بتهمل الموضوع، البوجيهات ده البوجيهات لو مرطبه شويه او هي اصلا يعني بتتلكك فطبعا ممكن تلاقي العربيه بترجرج زي ما حضرتك قلت كده وما بتدورش. دي مشكله من المشاكل القويه يعني في الشتاء. حاجات كتير بصراحه، يعني مثلا ايه احنا ممكن نمسكها كذا جزئيه. يعني الجزء الاولاني اللي هي مثلا ايه الموتور بالزيت اللي فيه، لان برضو الزيوت لو هي مش مواصفه كويسه فالزيت لو تقيل او زي حاجه اسمها فيلوسيتي اللي هو الزوجه بتاعته تقيله وناس ساعات بتتغير زيت اي كلام فبرضه بيأثر جامد. لما تيجي تدور عربيه وعايز تسخنها الصبح تلاقي العربيه بترجرج معاك جامد، الموتور يعني مش عارف يقوم، خصوصا لو الجو برد جدا. طيب في ناس احيانا احنا متعودين زمان كنا بنسمع جمله كده من يعني اهالينا وهم نازلين، حد بينزل قبلها بربع ساعه مثلا يسخن العربيه. احنا الجمله دي بقيناش نسمعها كتير، هل ده غلط؟ لا مش في عربيات جديده، العربيات الجديده 30 ثانيه ماكسيمم. لان هو زمان الزيوت كانت يعني حاجه اسمها تخليقيه واسمها ايه لو مش عارفها اسمها اجيب لكم بالعربي، بس يعني تخليقيه او مش تخليقيه، يعني ايه التخليقيه اللي هي الزيوت الجديده اللي هي بتبقى شغاله بتستحمل درجه حراره مثلا انها تبقى تحت الصفر ماشي. فممكن حضرتك مثلا بتيجي تدوري تلاقي العربيه مجرد 30 ثانيه الزيت مشي في كل اجزاء الموتور والدنيا تمشي زي الفل. لكن زمان في العربيات القديمه محتاجين ان احنا نسخن مثلا 3 4 5 دقائق عشان العربيه تبتدي تخش في يعني المود الزيت. هنا الفكره في العربيه ولا الفكره في الزيت؟ التشغيليه بتاعت الزيت غير العربيه، يعني الزيت هو اللي بيفرق جدا جدا، وخصوصا العربيات الجديده بقت الموضوع اريح. ولكن برضو ما ينفعش ان انا ادور وامشي على طول لان عشان يكتمل الزيت يطلع من الكارتيره بتاعه الموتور من تحت لغايه ما يخش في كل اجزاء المحرك والمحرك نطمن ان هو شغال كويس حوالي 30 ثانيه او دقيقه بعد كده يبتدي يتحرك. طب ده بيعرض العربيه لايه؟ يعني مثلا لو انا بدور العربيه وهو بتتحرك على طول بيحصل فيه تاكل شويه في اجزاء الموتور وتلاقي العربيه مش مريحه معاكي كده وتلاقي العربيه ممكن تقطع تنتش برضو وحاجه زي كده. لكن على المدى البعيد ده ممكن ياثر على الموتور؟ يعني مع الوقت طبعا اي حاجه مع الوقت يعني، بس مش هيأثر اللي هو التأثير القوي، ولكن بنقلل عمر افتراضي من الموتور مثلا بدل ما اعيش مثلا 250 300 الف لا اعيش اقل. حاجات تاكل
وجمانه بتسالك دلوقتي على العربيات، الناس كانت بتنزل تسخن عربيتها قبلها بربع ساعه، وانت قلت اه ده كان زمان وبتاع. مع العربيات الجديده اعتقد ان الوضع مش مختلف. والعربيات الاوتوماتيك كمان وضعها مختلف عن العربيات المانوال. كان زمان برضو ننزل ونزق العربيه ونرميلها والكلام ده خلاص. لا الموضوع في العربيات الجديده الموضوع اسهل بكتير بصراحه. عشان المختلف. عشان طيب بالنسبه للعربيات الجديده، في عربيات اكيد بتبقى في صيانتها في التوكيل بتاعها ومراكز الخدمه بتاعتها، فدول بيتابعوا باستمرار. اما العربيات اللي خارج الضمان او مش في ما بيروحش مثلا يعمل الخدمه بتاعته في الوكيل بتاع السيارات، ممكن يعمل ايه بصفه دوريه قبل دخول فصل الشتاء؟ بص، هو يعني احنا ممكن نعمل يعني احنا الشتاء دايما انا بقسمه لحاجتين، حاجه اثناء ركنه العربيه، حاجات احنا ممكن نعملها في ايدينا، وحاجات اثناء قياده او السواقه نفسها. لكن اثناء ركنه العربيه في اللي هي موضوع مثلا البوجيهات والزيت وال. طب انا هعرف منين ان المساله مساله بوجيهات او مشكله في البطاريه؟ يعني انا مثلا نزلت الصبح بدور العربيه مش راضيه تدور، مش راضيه تدور خالص، او في يعني رجرجه، لو بدور وما فيش اي لمبات والدنيا كده يبقى له في مشكله في البطاريه. بتنتش، يبقى حاجه ليها علاقه بالكهرباء بتاعه العربيه. في مشاكل في الكهرباء والدائره الكهربائيه. في سامع صوت خشونه جامده، يبقى زيت. في خشونه، صوت موتور عمال يعني تحس صوته عالي قوي قوي في الاول، بعد كده بيبتدي ايه واحده واحده العربيه يعني تسخن معايا، فدي مشكله في الزيت. غير المشاكل اللي هي العاديه، يعني مثلا لو انا بدور وفي صوت مارش بس ما فيش عربيه بتقومش، ممكن يبقى في مشكله في طرمه البنزين، حاجات تانية العاديه. لكن انا بتكلم في العربيه وضعها الطبيعي، بس انا مش مهتم بالصيانات 100%، فاكيد هلاقي مشكله من التلاته دول. بس احنا بننصح بقى حاجات تانية زياده، يعني مثلا ايه القطط والحاجات اللي هي بتعيش جوه العربيه. تمام، فعشان انا ادور وامشي على طول، في حاجات ممكن يعني الحاجات اللي هي بتعيش جوه الموتور ماشي، ممكن تعملها كارثه بعد كده، يعني تخش في مثلا في سير، تخش في اي حاجه تبقى فيها مشاكلها اكتر بكتير. في ناس ما بتركز، المفروض مثلا ادي كلاكس واخبط على العربيه وكده، عشان لو في حاجه مثلا نايمه جوه تجري الكلام ده كله. قطط فران، طبعا الحاجات دي مهمه جدا. في حاجات كده، وفي حاجات بقى اثناء القياده في الشتاء. دي قصه تانية خالص. برضو نصيحه مهمه، انك انت ما تركنش مثلا لو في شتويه الفتره الجايه مثلا، نبتدي نتابع الطقس، نبتدي نعرف بكره في ايه، مطر جامد ولا لا، عشان انا لو راكن تحت جراش ممكن قدر الله ممكن يحصل غرق. ففي حاجات كتيره الناس ما بتركز فيها، مش موضوع ان انا اركن عربيه وبس او الحاجات اللي هي بتاعه الموتور، لا، يعني في حاجات ده قدر الله ممكن تكلفنا ارقام كبيره جدا. يعني انا خسرت حوالي 90,000 جنيه وعربيتي اتبهدلت غرقت من 3 سنين. ده 90,000 جنيه ده ايه كنترولات بس، يعني عشان خاطر غرقت. كنت راكن كده بينصح الناس. يعني دي حاجه تجربه. اصل الشتا دي الشتا دي حاجات كتير. وفي قصه شق تاني، موضوع السواقه نفسها. طيب دي بقى نقطه مهمه، ده كان فيها احنا دلوقتي الشتا في اماكن اولا بيبقى فيها تجمعات ميه كبيره جدا طبعا وعاليه، يعني ارتفاعها مش بسيط. صح. الفكره ان حد يعدي في ارتفاع ميه عالي بالعربيه، ده ممكن يدور العربيه ازاي؟ ممكن اصلا اتصرف معاه ازاي لو اضطريت اعدي؟ هعمل ايه بعدها؟ المفروض اتصرف ازاي؟ هل ده بيدور اصلا كاوتش العربيه ولا لا، ولا بيدور حاجات تانية في العربيه؟ بصي، هو مبدئيا يعني الناس ما بتعرفش تتعامل مع موضوع الغرق ده، او بيشوف مثلا برك او حاجه ميه عميقه كده ما بيعرفش يتعامل معاها خالص. وممكن لا قدر الله الفتره الجايه تلاقي العربيه وقفت منه وعطلت وهو مش فاهم ايه، وبعدين التوابع بتاعتها بتبقى مشاكلها اكبر بكتير. في شقين، شق ان احنا ما نركنش في حتت مثلا فيها منحدرات، الكلام ده كله نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. لو انا ناوي اسافر ما اسيبش عربيتي، يعني هسيبها في حته فوق عاليه، انا عارف الحته دي ما بتغرقش، الكلام ده كله. طيب اضطريت امشي في الشارع ولقيت الدنيا غرق، اعمل ايه؟ اسيب العربيه اللي قدامي تمشي لغايه ما تعدي الحته بتاعت الحته الغرق اللي قدامي دي، اطمن العربيه مشيت كويس واللي قدامي، ابتدي اتحرك. طب ليه برضو؟ ما احنا كده ضحينا بالراجل اللي قدام، يعني ما هعمل ايه؟ انا هو اللي قدام ده لو بيتفرج علينا مش هيمشي برضه، هيستنى اللي قدامه. ما هو بص، انا هقول لك حاجه، هو الحاجه دي اول حاجه، وخصوصا لو عربيتي واطيه مش كروس اوفر، مش عربيه عاليه، مبدئيا انا لما باجي امشي مش عارف في مطبات حفر مثلا اي حاجه مش قدامي، شايف طبعا من مش شايف كويس. فانا العربيه قدامي هتلبس مطب، عارف ان انا هعمل ايه. بس هو طبيعي ان هو بما انه في ميه، يعني في تجمع ميه، وطبيعي ان حد هيبقى ماشي بالراحه جدا، يعني هيبقى
مش هيبقى ماشي بسرعه كبيره، يعني هياخد لو هياخد المطب هياخده بسرعته بسرعه المطب الطبيعيه لا او اقل كمان. انا هقول لك على حاجه، في ساعات بتبقى المسافه كبيره، وخصوصا ان انت مثلا ماشيه بالليل مش لوحدك مش شايفه كويس في اول نقطه بس، او 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 اماكن معينه غصب عني لازم اعدي في الحته دي. النقطه الثانيه ايه، انا دلوقتي الراجع بتاع الموتور اللي هو الشكمان بيبقى عباره عن ماسوره بتطلع الهواء من الموتور. فبيحصل ايه، انا لو مشيت وقفت في الميه ماشي ومش دايس بنزين، فالهواء اللي طالع من الموتور اضعف من الميه اللي داخله، فبتلاقي الميه لا قدر الله بتخش جوه الماسوره وترجع تاني جوه الموتور، فالموتور بيعطل. فساعتها احنا دخلنا في ساعتها تانية. ولا بعدها؟ لا في ساعتها. يعني الميه لو دخلت جوه الموتور خلاص الموتور اتبهدل. فبيحصل ايه، طول ما انت دايسه بنزين فانت قوه الدفع بتاع الهواء اللي طالع من الموتور اقوى من الميه اللي داخله. فعشان كده بيقول لك ما تشيلش ركبتك من بنزين وانت داخل في بركه ميه، خصوصا لو بركه عاليه. فعشان كده كمان ده غير الميه كمان اللي هتيجي على الموتور اصلا مباشره. لا يعني بص، لو الميه لو جت من فوق كانك بتغسل الموتور ده عادي عادي، ما انا مش ماشي بسرعه، انا كده كده لازم امشي على محلي عشان الدوائر الكهربائيه اللي جوه الموتور ما تجيش عليها ميه وتتبهدل. بس انا بتكلم لو انا دلوقتي اتحركت خلاص جوه غصب عني اجباري جوه الميه ماشيش رجلي مع بنزين، عشان كده هي طب ما هيعمل ايه، ما بسيب العربيه اللي قدامي تعدي. يعني خلينا طيب نتخيل مع بعض المشهد كالاتي، خلاص الدنيا زحمه جدا وللاسف في تجمع ميه، في عربيات واقفه في تجمع ميه عالي الى حد ما ماشي او عميق الى حد ما، يعني هل المفروض مثلا ايه ابقى جايبه العربيه مثلا على الان ولا اعمل ايه؟ يعني بصي اوقفي قبلها وشوفي العربيه اللي قدامك تعدي الحته البرك، اصلا احنا مش هنفضل ماشيين يعني مش ماشيين في بحر، احيانا بيبقى يعني فعلا في حته بيبقى تجمع ميه في تكدس، يعني في خلاص الدنيا زحمه بوصل اقرب حته من الطريق ان انا يبقى اعلى نقطه دي، الناس هتلاقي دايما ايه بتحضن جنب الرصيف او حته في اعلى نقطه ماشي، وفي بركه باين بعيده ببعد عنها. بس انا عربيه قدامي تعدي مسافه حلوه، عشان احنا قلنا ايه، احنا مش ما ينفعش ان انا اشيل رجلي مع البنزين، لازم دوسه حتى بنزين خفيفه وانا بعدي، بحيث ان قوه الهواء اللي طالع من الموتور اقوى من راجع بتاع الميه. ولو واقف ممكن يعني لو العربيه واقفه ممكن يدوس بنزين مثلا، يعني هي واقفه دايسه كده كده بنزين عشان تتحركي. فبتتحركي واحده واحده لغايه ما تعدي الميه. طب انا عشان اطمن ان انا اعدي الميه اعمل ايه، استنى العربيه قدامي تعدي، لان العربيه قدامي افرض عطلت فحضرتك عدلتي. ومشكله كمان لا قدر الله الميه ممكن تخش جوه العربيه. يعني انت دلوقتي العربيه انا عطلت، لا ده الدمج او المشكله الثانيه ايه، ان ممكن يحصل ميه تخش جوه العربيه في الدنيا وتبقى. طب في ناس بتسخن العربيه وهي ماشيه، هل ده ممكن يضر الموتور؟ ما بعد 30 ثانيه افضل. 30 ثانيه بالظبط، بعد 30 ثانيه تبتدي تتحرك ويدوس براحته، ولا ممكن يقول في البدايه لغايه ما ماشي في شارع داخليه باخد عربيه على الهادي لحد ما مؤشر الحراره يبتدي يظبط يعلى شويه، بعد كده بتتحرك. يعني ما بتحركش على طول عشان انا يعني احافظ على الموتور، بس يعني احافظ على الموتور واطمن ان الزيت دخل في كل جزئيات المحرك بشكل كويس، وبعد كده هبتدي اتحرك، ما تعملش مع الموتور بقوه. يعني طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا عمر، واعتقد ناس كتير جدا استفادت من فقرتنا النهارده معاك، بما ان احنا يعني شويه الشتاء بيبقى فعلا في بعض المعلومات ما بتبقاش موجوده عندنا، احنا الصيف عارفين كويس قوي ايه اللي بيحصل المفروض نروح نكشف على ايه ونعمل ايه، بس الشتاء شويه ما بنبقاش عارفين ايه المفروض ناخد بالنا منه. ممكن اقول حته اخيره صغيره، الكاوتش الناس بتتعامل مع الكاوتش، وخصوصا الكاوتش غالي دلوقتي، ففي ناس بتصبر عليه فبيبقى النقشه رفيعه قوي بقت شبه ممسوحه. لازم اتاكد جدا، وخصوصا لو انا الموضوع الفرامل والحاجات دي كلها، ان النقشه تبقى نقشه بس مش اقل من 4 مللي. يجيب كوين مثلا او يجيب اي حاجه ويقيس النقشه بتاعته، عشان خاطر ايه لما يدوس فرامل يلاقي فرامل، وخصوصا لو في مطره والدنيا ما تزحلقش. يعني حاجات ليها علاقه برده بالسيفتي، يعني الموضوع مهم جدا، مش موضوع ان انا امشي وخلاص. طب ونزود الكاوتش على كام بقى بالمره، بما اننا بنتكلم على الكاوتش؟ هتبص هتلاقي في باليتا موجوده دايما في القايم بتاع السواق. بص هيقول لك الضغط الكاوتش قد ايه لو العربيه مليانه. يعني فيها ممتلئه ناس مثلا محمله، او عربيه فاضيه لازم. يعني ما تحطش مثلا الضغط من دماغك، مش مثلا تخش عند بنزينه يقول لك حط لك 30 ولا 32 ولا 5، لا هي لازم في حاجات معينه لكل عربية، كل مقاس عربية. طبعا يعني طب عربيه بالنسبه للهواء عادي ولا اللي هو النيتروجين؟ مش هتفرق قوي، مش يعني بص تتربع النيتروجين اصلا مضروب. يعني عمر بنشكرك شكرا جزيلا، عمر عصام صار المحتوى المتخصص في السيارات نورتنا. صباح شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقرات.
أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر للمكفوفين رجال صعد امبارح لنهائي بطولة أفريقيا لكرة الهدف الرياضية للمكفوفين والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد تحقيق العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول. منتخب مصر للمكفوفين تفوق على غانا وكوت ديفوار والجزائر في مباريات الدور الأول واحتل صدارة البطولة. خالد أوراني مدرب منتخب رفع الأثقال السابق كشف امبارح أن المحكمة الرياضية الدولية الكاس أيدت قرار منح محمد إيهاب لاعب منتخب الأثقال المعتزل الميدالية الفضية بدلا من البرونزية في بطولة دورة الألعاب الأولمبية اللي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016 في البرازيل. والمنتخب الوطني الأول لرجال السكواش فاز على المنتخب الأيرلندي بنتيجة 3-0 في تاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم لمنتخبات الرجال واللي بتستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة من 11 ل17 ديسمبر الجاري. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن امبارح عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب للسيدات في العالم لعام 2023 واللي هيتم تقديمها خلال حفل جوائز The Best والمقرر له يوم 15 يناير المقبل في لندن. والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن كمان القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم ضمن جوائز الأفضل أو The Best في العالم، ووضعت القائمة المدرب الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والإيطاليين سيمون إنزاغي ومدرب إنتر ميلان وليتشيانو سيلاتي مدرب نابولي السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا. فريق بوروسيا دورتموند الألماني اتعادل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب سيجنال دونا بارك ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وبالنتيجة دي اتأهل فريق باريس سان جيرمان إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. ونادي إيسي ميلان الإيطالي فاز على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سان جيمس بارك ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبالنتيجة دي ودع نيوكاسل يونايتد منافسات البطولة القارية للموسم، بينما يتجه نادي ميلان إلى بطولة الدوري الأوروبي للعب بعد احتلال المركز الثالث. كمان فريق برشلونة خسر من مضيفه فريق أنتويرب البلجيكي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. بيتصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما أنتويرب في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. وفريق أتلتيكو مدريد الأسباني فاز على فريق لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. بكده بيتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 14 نقطة، ثم لاتسيو الإيطالي برصيد 10 نقاط، وتأهل الفريقين لدور 16 من البطولة. حقق فريق مانشستر سيتي فوز صعب على فريق النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. حقق مانشستر سيتي حامل اللقب للعلامة الكاملة بالمجموعات وبطل الصدارة برصيد 18 نقطة، وجي النجم الأحمر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي وجمانة. شكرا لك يا هالة، ولسه طبعا كلامنا عن الرياضة مستمر. امبارح اختتمت منافسات الجولة الأخيرة من مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بمجموعة من المباريات المهمة اللي بالتأكيد كلنا تابعناها وكان فيها مفاجآت كتيرة جدا زي خروج مانشستر يونايتد وكمان إشبيليا الإسباني. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الجوله الاخيره من دوري ابطال اوروبا، نتعرف عليها من ضيفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر محمد عادل الناقد الرياضي. محمد صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني انا مش هكسف شاذلي وهبتدي بخروج مانشستر يونايتد. شفت خروج مانشستر يونايتد ازاي؟ هل كان مفاجاه ولا كان متوقع؟ طيب، هو بالنسبه للحاله الحاليه لمانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد في البريمير ليج في الدوري الانجليزي لعب 16 ماتش كسب 9 وخسر 7، هو الفريق الوحيد اللي ما تعادلش ابدا.
النتائج اللي بيحققها مانشستر يونايتد نتائج مخيبه لجمهوره، خصوصا انه بيجي ده الموسم الثاني اللي بيبداه المدرب الهولندي إيريك تين هاج مع مانشستر يونايتد من البدايه. اخرها هزيمته قدام بورموث على ارضه في اولد ترافورد، ودي اول مره في تاريخ مانشستر يونايتد. في حاله من عدم الراحه بالنسبه لكل من له علاقه بالكوره في مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيعاني من بعض التخبطات الاداريه، خصوصا ان في مرحله من امتلاك نسبه من النادي من راكليف، واحد من اغنى اغنياء بريطانيا، وخلاص هم اتفقوا على الموضوع ده. كان في زي منافسه على امتلاك نادي مانشستر يونايتد، وكان الجليزرز اللي هم ملاك مانشستر يونايتد بيشوفوا الموضوع ده عامل ازاي، ده عامل حاله من القلق. لكن لسه الصفقه لن تتم بشكل نهائي، علشان كده لسه الدنيا مش مستقره في مانشستر يونايتد. لكن ده جاي برضو يعني بشكل متوازي مع النتائج السيئه لمانشستر يونايتد، بالاداء السيء لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيحتل المركز الرابع في مجموعته، وده ما حصلش من زمان جدا، ما حصلش تقريبا خالص. الناحيه الثانيه بقى برضو انجلترا الموسم دوت في دوري ابطال اوروبا ناديين بيحتلوا المركز الرابع في مجموعتهم، ففي ناديين من انجلترا بيخرجوا من الشامبيونز ليج وبيخرجوا من البطولات الاوروبيه بشكل عام، مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بعد الريمونتادات اللي حصلت امبارح في مباريات الاربع. بالنسبه لمانشستر يونايتد في حاله من عدم الراحه بالنسبه لاوضه اللبس، بالنسبه للاعبين في خلاف ما بين اللاعبين، هل انا هقدر العب مع تين هاج ولا لا. الجمهور حتى في مباراه بايرن ميونخ اللي خسرها مانشستر يونايتد على ارضه 1-0، الجمهور كان بيهاجم اللعيبه، بيزوموا على اللعيبه، لكن الناحيه الثانيه بيسقفوا لإيريك تين هاج. فهنا في حاله من الانقسام ما بين راي الجمهور، رد فعل الجمهور. الناحيه الثانيه في بقى كلام عن مفاوضات مع مدربين اخرين زي جراهام بوتر، كان مدرب تشيلسي وقبلها مدرب برايتون، كمان جوليان لوبتيجي واحد من المدربين الاسبان اللي ليهم خبره في البريمير ليج. ده غير ان في اكتر من اسم دلوقتي ما بيشتغلش، واسامي كبيره جدا زي زين الدين زيدان، زي انطونيو كونتي، زي هانس فليك، مدربين كبار. فهل مانشستر يونايتد واداره مانشستر يونايتد هتروح كده؟ بتقول الجمهور كان يعني كان بيشجع إيريك تين هاج. فهنا في انقسام، لكن تشجيع الجمهور لإيريك تين هاج برضو جاي بعكس ما يحدث في على ارض الملعب. احنا بنتكلم في 7 هزايم مانشستر يونايتد، خسر 12 مره هذا الموسم، بنتكلم في 7 في الدوري، 4 في الشامبيونز ليج، واحده في الكاراباو كاب، الكاس رابطه الانديه المحترفه. مفيش اكتر من مانشستر هزيمه غير بيرنلي في انجلترا، يونيون برلين في المانيا، والميريا في اسبانيا. فاحنا بنتكلم في ريكورد سلبي مش معتاد من مانشستر يونايتد. هو الفتره اللي فاتت ما بيحاول ينافس على الدوري، لكن نتائجه غير مرضيه بالنسبه طبعا لجمهوره اللي متعود على الفوز بالبريمير ليج والفوز بالبطولات الكبيره. طيب تمام، خلينا ناخد بس من كلامك نقطه صغيره جدا، وانت بتقول انه في تخبط اداري في النادي. كنا دايما بنسمع ان الانديه الكبيره كده بيحاولوا يفصلوا ما يحدث في طبعا مجلس الاداره وما بين اللعيبه، او انه ما ينعكسش على اللعيبه، لكن انت شايف ان ده من العوامل المؤثره بالفعل على اللعيبه في الملعب؟ طبعا واضح جدا وباين من المواسم اللي فاتت في حاله اداريه متخبطه، في زي توجيه شكر لمسؤولين جوه مانشستر يونايتد بيحصل. الناحيه الثانيه كان جون مورتوف هو المسؤول عن كره القدم حاليا، لسه هنشوف بقى جيم راكليف لما هيجي هو المفروض هيكون مسؤول عن ملف كره القدم في مانشستر يونايتد، هو اللي كان بيتفاوض مع إيريك تين هاج وهو اللي نجح انه يجيبه، فعايز يثبت للاداره الحاليه ان هو قراره كان سليم. لكن النتائج اللي موجوده في الوقت الحالي بتقول غير كده خالص. كمان مانشستر يونايتد يوم الاحد الجاي عنده موقعه صعبه جدا 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 قدام ليفربول. ليفربول دلوقتي بيحتل قمه البريمير ليج، هيلعب في انفيلد، في ملعب انفيلد، ملعب ليفربول، فمباراه صعبه جدا جدا. المباراه الاخيره بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب انفيلد انتهت 7-0، وده كان ساعتها ليفربول بيمر بحاله ليست بالجيده كمان، والعكس مانشستر يونايتد كان بيمر بحاله كويسه. فطبعا المباراه المره دي ليفربول اول بيحتل القمه في شيء كان غير متوقع بالنسبه لمتابعين البريمير ليج. المنافسه كانوا بيقولوا ما بين مانشستر سيتي وارسنال، دلوقتي ليفربول هو الاول، معنويات عاليه جدا، تاهل
للدور 16 من اليوروبا ليج، خلاص ضمن التأهل، هيلعب في مارس، لسه مش هيستنى بقى اللي جايين من الشامبيونز ليج وهيلعبهم، لا هو تأهل خلاص، ضمن فرق النقاط يسمح له ان هو خلاص هيلعب في دور 16 بشكل مباشر. فالنهارده مثلا ليفربول هيلعب سان جيلواز البلجيكي، محمد صلاح هيبقى بره السكواد خالص، عايز يريحه عشان يورجن كلوب عايز يريحه عشان مباراه مانشستر يونايتد لانها كلاسيكو انجلترا، هو المباراه الاكبر في انجلترا. فحاله من التخبط في مانشستر، نتائج سلبيه، خسران الملعب وماتشين ورا بعض، واحد في البريمير ليج واحد في الشامبيونز ليج قدام فريق هو بيحتل قمه البريمير ليج، فالمباراه تكون صعبه جدا. هنشوف ساعتها ردود فعل المسؤولين في مانشستر يونايتد تكون عامله ازاي. طب نكمل في المفاجآت برضو، صعود كوبنهاجن الدنماركي دور ال 16 دي كانت واحده من المفاجآت، وفي توقعات انه في ناس تتوقع انه ممكن يقدر انه يصعد لربع نهائي. ده بقى اللي هنشوفه في القرعه يوم الاثنين، هو كوبنهاجن هيقابل مين؟ هو على الورق واحنا بنتفرج على القرعه، قرعه دور المجموعات. طيب شايف انه صعوده صعود كوبنهاجن، شايف ان هو صدفه ولا الاداء فعلا يستحق؟ لا اداؤه جوه مباريات المجموعه كان يستحق جدا. المنافس المباشر معاه بالاسامي الموجوده كان جالاتا سراي التركي. هو نجح انه يتعادل مع جالاتا سراي في تركيا 2-2، وكان كسبان على فكره في المباراه 2-0 لغايه اخر الدقائق في المباراه. بس جالاتا سراي كمان مش بسيط يعني، مش ضعيف. لا مش ضعيف ابدا، خصوصا على ملعبه، على ملعبه فريق قوي جدا 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 وله جمهور كبير جدا. صحيح. في انه يكون متغلب عليه لغايه اخر دقايق المباراه 2-0 ويتعادل في الاخر 2-2 ويكسبه في الدنمارك في كوبنهاجن 1-0، وبعد كده الريمونتادا اللي عملها على مانشستر يونايتد ان كسبه 4-3 بعد ما كان متاخر في النتيجه في كوبنهاجن، لا وتعادله كمان مع بايرن ميونخ، فده التعادل الوحيد لبايرن ميونخ في المجموعه. لا ده بيقول ان هو فعلا ادى مباريات قويه على مستوى المجموعه، يستحق فعلا التاهل. كل الانديه ال 16 اللي تاهلوا للدور اللي بعد كده راوند 16 او دور 16 لا يستحقوا فعلا بالنتائج وبكل حاجه. يعني امبارح واحنا بنتفرج على باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، بنتفرج على نيوكاسل وميلان والتغيرات اللي حصلت بين الشوطين الاول والثاني. الناحيه الثانيه في مجموعه برشلونه كان في منافسه كبيره ما بين بورتو وشختار، والمباراه كانت ما بينهم امبارح وانتهى بفوز بورتو، فيقول لنا ان كل فريق تاهل هو فعلا يستحق التاهل. طيب وهل كل فريق خرج بالفعل يستحق الخروج؟ يعني بنتكلم برضو عن اشبيليه، شفت ازاي اداء الفريق في المنافسه الاوروبيه؟ اشبيليه زي ما بيقولوا كده هو سيد الدوري الاوروبي، وكانوا حتى بيتكلموا ان اشبيليه لا هو هيتعمد لدرجه ان هو هيتعمد يخرج من تشامبيونز ليج عشان يروح اليوروبا ليج ويروح يكسب اليوروبا ليج كالعاده. لكن اشبيليه السنه دي بيمر بحاله من التخبط كبيره جدا جدا، نتائجه في الدوري مش احسن حاجه. في عوده كبيره لنجمه القديم سيرخيو راموس رجع تاني، وطبعا ده يعني بيدي صلابه دفاعيه، ولكن النتائج في الليجا والنتائج في الشامبيونز ليج كانت غير مرضيه طبعا بالنسبه لجمهوره الكبير اللي بيلعب على طول في، هو حامل لقب الدوري الاوروبي وكان بيلعب السوبر الاوروبي قدام مانشستر سيتي وخسر بركلات الترجيح. شفنا رحيل لحارس مرمى المغربي الكبير ياسين بونو، راح للدوري السعودي، راح نادي الهلال. النتائج غير مرضيه لجمهور اشبيليه، خرج تماما من المنافسات الاوروبيه. فهنشوف هل دي سبيل لمعالجه الامور بالنسبه لاشبيليه. طبعا هي خروجه من المنافسات الاوروبيه دي مفاجاه كبيره جدا جدا جدا، خصوصا انه معتاد انه يلعب في، لو مش في الشامبيونز ليج والادوار الاقصائيه للشامبيونز ليج، لا هو بيلعب في اليوروبا ليج وبيوصل للنهائي وبيفوز بالبطوله. لو نرجع لاخر 10 سنين هو كسبان يعني عدد لا باس به ابدا من البطوله، واطلقوا عليه هو صاحب البطوله، هو بابا الدوري الاوروبي. فهو خرج تماما من الدوري الاوروبي ومن الشامبيونز ليج، فطبعا دي اكيد هتكون نقطه تحول بالنسبه للاداره في اشبيليه. اشبيليه نادي كبير وعنده لاعبين كبار جدا جدا جدا، فهنشوف الايام اللي جايه بالنسبه لاشبيليه هتسفر عن ايه. تعادل ريال سوسيداد وانتر ميلان، الفريقين الاكثر تمسكا بالتاهل، الاثنين الاقوى في المجموعه بتاعتهم. ريال سوسيداد بيقدم مستويات مميزه جدا جدا في تشامبيونز ليج، هو بقاله كام موسم بيقدم مستويات مميزه على مستوى الليجا، لا السنه دي كمان عامل مستويات مبهره قدام انتر القوي جدا السنه دي. انتر ميلان كمان السنه دي، انتر ميلان تاهل لنهائي تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت وقدم مباراه عظيمه قدام مانشستر سيتي، خسر 1-0، لكن كان الاقوى في المباراه، كان الافضل في المباراه على مستوى الاداء، وعلى مستوى الاداء غير المتوقع من سيموني انزاجي. وحتى في الاخبار سيموني انزاجي واحد من ثلاثه مرشح لافضل مدرب هذا الموسم او هذا العام. انتر بيقدم مستوى قوي جدا في الدوري، فواجه منافس قوي في المجموعه.
تأهل الاثنين تأهلوا يستحقوا التأهل عن جدارة. فاحنا مستنيين بقى النتيجة اللي عملها ريال سوسيداد في المجموعات، هنشوف بقى ردود أفعالها في الأدوار الإقصائية، وهنشوف القرعة هتودي ريال سوسيداد اللي هو الأول بالمناسبة هو الأول في مجموعته، فهيقابل واحد من المستوى الثاني. لو هرب من باريس سان جيرمان أعتقد أن ممكن ريال سوسيداد يروح لدور الثمانية. طيب في بعض الناس شايفين أن البطولة دي هتكون بتاعت ريال مدريد، وشايفين طبعا بادائه وصعوده بالعلامه الكامله في دور المجموعات بيؤكد يعني من وجهه نظرهم ان البطوله دي بتاعت ريال مدريد. وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ هو ريال مدريد برضو زي ما بنقول كده على اشبيليه هو بابا الدوري الاوروبي، ريال مدريد هو الاكثر حظوظا دايما في كل موسم، ريال مدريد هو نمره واحد المرشح الاول لتشامبيونز ليج. تاهله بالعلامه الكامله ده شيء عظيم جدا وغير متوقع بالمناسبه، لان احنا شفنا الخبر يعني اللعيبه الخبره زي كريم بنزيما مثلا ماشي، الاعتماد على لوكا مودريتش الكرواتي النجم الكبير ما بقاش بالقوه طبعا لعوامل السن، ولكن اللعيبه الشباب اللي موجودين زي جود بيلينجهام اللي بيعمل ارقام عظيمه جدا مع ريال مدريد الموسم دوت، رودريجو وفينيسيوس جونيور عاملين اداء مميز. بس التاهل في دور المجموعات بالعلامه الكامله ده مش علامه ابدا. مانشستر سيتي بالمناسبه برضه تاهل بالعلامه الكامله، كسب الست ماتشات، لكن بعد كده الادوار الاقصائيه اللي بتحدد. ريال مدريد كان في مواسم كتير بيكون بيحتل المركز الثاني، ولكن بعد كده بيدخل بقوه لغايه ما بيتاهل للنهائي وبيفوز بالبطوله. فاحنا كلنا مستنيين القرعه يوم الاثنين ان شاء الله، هنشوف بقى ريال مدريد هيواجه مين من المستوى الثاني او اصحاب المركز الثاني. ريال مدريد مستوى يؤهله جدا ان هو يتاهل لادوار بعيده في دوري ابطال اوروبا، وهو كمان في الدوري محقق نتائج مميزه جدا جدا. هو يعني من اذا مش الاول هيبقى الثاني في الصراع بينه وبين جيرونا، مفاجاه الادوار او دوريات الخمس الكبرى السنه دي. جيرونا اللي حقق فوز كبير وغالي على برشلونه وبيحتل دلوقتي المركز الاول، هو مفاجاه الموسم الاوروبي. فريال مدريد ماشي بخطه ثابته على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري، نشوف بعد كده، لان لسه بقى احنا بنتكلم على الادوار الاقصائيه يكون ان شاء الله في شهر فبراير. فمن هنا لفبراير الدنيا هيحصل فيها ايه، ده اللي هنشوفه. مانشستر سيتي هيقدر يحافظ على اللقب الموسم ده كمان ولا لا؟ اعتقد انه صعب، لان لاعبين بيحققوا كل حاجه في موسم، محتاجين دوافع جديده. الدوافع الجديده دي لغايه دلوقتي مش باينه لمانشستر سيتي على المستوى المحلي كمان، اكتر من خساره اكتر من عدم فوز بالنسبه لمانشستر سيتي في المباريات الاخيره في البريمير ليج. بيقابلوا انه بيحقق العلامه الكامله في دوري ابطال اوروبا برضو، الفرصه هتكون سانحه، لان لسه احنا بنتكلم احنا النهارده في ديسمبر، ولسه ان شاء الله الادوار الاقصائيه في فبراير. من هنا لفبراير هل باب جوارديولا هيقدر يجدد دوافع اللاعبين بالفوز بالدوري الانجليزي، ينافس مع ارسنال مع ليفربول مع استون فيلا في الوقت الحالي، وبالنسبه لليوروب في الشامبيونز ليج هل هيبقى عندهم دوافع جديده ان هو يقدر يحافظ على اللقب للموسم الثاني؟ وهيكون انجاز كبير جدا انه يحقق اللقب للموسم الثاني برضو، ده هنتفرج عليه. مانشستر سيتي بيمتلك لعيبه كبار جدا جدا، علاوه على الغائبين زي كيفن دي بروين مثلا غايب من اول الموسم، عودته هتكون اضافه كبيره جدا لمانشستر سيتي. اكيد جوارديولا دلوقتي قاعد بيفكر انا هعالج اللي بيحصل ده ازاي، المشاكل اللي في الدوري كمان بالذات هيعالجها ازاي، هزيمه من استون فيلا مع تعادلات موجوده، فهو دلوقتي بيحتل المركز الرابع، فده لا يليق ابدا بمانشستر سيتي صاحب الالقاب البريمير ليج في السنين السته الاخيره، خمس القاب، فيعني شيء كبير جدا. ازاي هيجدد دوافع اللعيبه اللي موجوده؟ شفنا امبارح لعيبه من الصف الثاني بتلعب ومقديه مباراه، يعني ادت مباراه كبيره جدا امبارح قدام النجم الاحمر السربي، فهل ده هيكون دافع للعيبه الاساسيين ان هم يادوا بشكل افضل؟ بنتكلم برضه على ايرلينج هالاند، مصاب ما لعبش في الدوري وما لعبش امبارح طبعا في تشامبيونز ليج بعد ما ضمنوا التاهل، فهنشوف جوارديولا ازاي هيتعامل مع الموقف الحرج بالنسبه له ان هو مش تاني، لا هو دلوقتي رابع حتى في البريمير ليج، وكمان داخلين بقى في احنا في ديسمبر بيبقى المباريات كتيره جدا بقى في البوكسنج داي وما بعد البوكسنج داي اجازات، ففي في جولتين هيتلعبوا في اخر خمس ست ايام في ديسمبر، فهنشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. طيب روما الايطالي هل انت شايف عنده فرص للصعود لدور 16؟ هو روما يعني لسه هيحدد بقى النهارده اذا كان هو هيتاهل مباشره لدور ال 16 ولا هيلعب البلاي اوفس مع القادمين من تشامبيونز ليج. روما مع مورينيو مقدم شكل كويس
نوعا ما في الدوري ومقدم شكل كويس جدا كمان في اليوروبا ليج، هل النهارده يقدر يحسم احتلاله لقمة المجموعة؟ لأن احنا في اليوروبا ليج مفيش غير ثلاث أندية بس هما اللي حددوا وهما ضمنوا التأهل مباشرة دور 16، ليفربول، باير ليفركوزن، وأتلانتا الإيطالي. النهارده روما عايز يحتل قمة المجموعة عشان يريح دماغه من بلاي أوفس، لأن البلاي أوفس هتكون صعبة جدا، لأن لما في احتمالية أواجه نادي زي بنفيكا مثلا، بنفيكا من الأندية البرتغالية الكبيرة اللي عندها الخبرات في أوروبا، عايز يبعد عن مواجهات البلاي أوفس ويروح على طول دور 16، فده هنشوفه وهنتابعه النهاردة إن شاء الله. سريعا جدا، توقعاتك إيه للأهلي والاتحاد السعودي؟ ماتش صعب جدا جدا جدا، الحظوظ 50-50. الاهلي عنده من الخبرات اللي يقدر يتخطى بيها الاتحاد، وليه تجارب كتير جدا مع المباريات الصعبه دي، جمهوره هيكون سلاح كبير جدا في مباراه بكره، فمباراه صعبه على الاهلي، ولكن اكيد هو مستعد بشكل قوي للمباراه. شكرا جزيلا محمد عادل الناقد الرياضي، شرفتنا يا فندم. شكرا لكم وصباح الخير. شكرا لحد مشاهدينا، التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله الحمراوي، تفضلي يا هاله. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية. واصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي وفقا لمخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية. وأوضح مدبولي أن اللجنة أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقا للوفرة والإتاحة مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق. خلال الاجتماع تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وشدد مدبولي على أن الدولة تطبق سياسة السوق الحرة، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين بعيدا عن أي ممارسات أخرى. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وأوضح أنه منذ أمس بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا. وأضاف أن هذا من شأنه تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها من 60 إلى 80 شاحنة يوميا. كذلك فقد تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل أمس. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمنزلين وسط مدينة رفح الليلة الماضية، وفي الساعات الأخيرة وصل إلى مستشفيات القطاع 196 شهيدا ونحو 500 مصاب من مناطق عدة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18600 شهيد ونحو 50600 مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية تجدد الاشتباكات في المدينة، حيث سمع دوي انفجارات وسط تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن شهيدين وإصابة آخرين. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف باتجاه عدد من المنازل في الحي الشرقي لجنين. يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن سوليفان يلتزم عقد اجتماعات مع نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس إسحاق هيرتسوغ لمناقشة أحدث التطورات بقطاع غزة. وتأتي الزيارة وسط توترات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونتنياهو حول العملية العسكرية الإسرائيلية، حيث حذر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي من خسارة تل أبيب للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة. صوت مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية. وقال مجلس النواب إن الوقت قد حان لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي بشأن أنشطة هانتر بايدن، مشيرا إلى أن بايدن والبيت الأبيض يحاولان تضليل الشعب الأمريكي وعرقلة التحقيقات الجارية في هذا الصدد. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله حيلة سياسية لا أساس لها، وقال إنه بدلا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين فإن أولوية الجمهوريين هي مهاجمة الرئيس بتلك الأكاذيب. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. رحب بحضراتكم مرة تانية. مؤخرا بدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي يكتر بشكل كبير جدا، عن بس مش بنتكلم بقى عن فوائد الذكاء الاصطناعي او بنحتفي بالذكاء الاصطناعي، لا بالعكس بقى في تخوف من الذكاء الاصطناعي وحتى يمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتر من مجال. وبناء عليه مفاوضو الاتحاد الاوروبي وصلوا خلاص لاتفاق بخصوص اول قواعد شامله للذكاء الاصطناعي في العالم، وده هيمهد الطريق للرقابه القانونيه على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا اللي غيرت الحياه اليوميه وخلقت مخاطر وجودية على البشر. السؤال الأهم، هل هنقدر بالفعل نسيطر عليها؟ هل بالفعل نقدر نحط قوانين وتشريعات للحد من أثرها السلبية؟ هذا الاتفاق اللي كانت جمانة بتتكلم عنه من المفترض أنه هيحط قوانين وقواعد منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل جاد جدا. يا ترى شكل هذه القواعد اللي هتترسم هيكون عامل إزاي؟ إلى أي مدى هتحد كمان من مخاطر استخدامات هذه التقنية؟ قراءة وافية هنستعرضها دلوقتي بالتفصيل مع ضيفتنا اللي موجودة معانا عبر زوما دكتورة جيهان الفقيه أستاذ قانون المعلوماتية بالجامعة اللبنانية. دكتورة صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتكم ولجميع المشاهدين. يا أهلا بيكي. أوروبا تعلن السيطرة على مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال قواعد شاملة، إيه قراية حضرتك لهذا الخبر؟ نحن اليوم اللي عم نعيشه بتطور الذكاء الاصطناعي عم نعيش مرحلة متطورة جدا، ما بتقدر القوانين تواكب وتلحق هيدا التطور وما بتقدر انه تسبقه، وبالتالي فالذكاء الاصطناعي بيسبق التشريعات والقوانين بشكل كتير كبير. ونحن اليوم مثل ما عم نشوف أنه من نيسان 2021 بدأت المفاوضات حول وضع تنظيم قانوني لقواعد الذكاء الاصطناعي أو وضع مدونة سلوك أخلاقي للذكاء الاصطناعي. ولكن نهار الجمعة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي كان بعد سلسلة اجتماعات أقرت هذه القواعد التنظيمية واعتبرت أنه هي الأولى في العالم وتكون الوجهة العالمية لقوانين وتنظيم الذكاء الاصطناعي. طيب يعني حضرتك قلتي دلوقتي انها تكون بمثابه مدونه قواعد اخلاقيه او قوانين اخلاقيه، فهل ده معناه انه القواعد دي ممكن نعتبرها بدايه لوجود قانون واضح لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في قاره اوروبا، او خلينا نقول انها هتبقى مجرد يعني قوانين او مبادئ استرشاديه، يعني ما حدش ملزم انه يلتزم بيها؟
يعني هي بعد ما يقر الاتحاد الأوروبي ككل يعني باتفاق جميع أعضائه ال27، نحن رح نشوف أنه هذا القانون لن ينفذ في القريب العاجل، يعني رح يتم تنفيذه ببداية ال2025، وهذا بيعمل مشكلة كتير كبيرة، لأنه نحن مثل ما بنعرف أنه تطور الذكاء الاصطناعي بلحظة بكل لحظة من لحظات عم يتطور بشكل سريع، وبالتالي إذا نحن أقرينا القانون وبدأ تنفيذه بال2025 فنحن رح نكون قدام معضلة كتير كبيرة، أنه نحن مع هيدا التشريع ما رح يواكب هيدا التطور وما حيلائم الأشياء اللي هي رح تطلع من الذكاء الاصطناعي بشكل كتير جديد. صحيح، هيدا لأنه متطور. نعم، بقول لحضرتك لانه دايما الذكاء الاصطناعي دايما في تطور. نعم، اتفضلي فن. هذا القانون اعتبر انه في اشياء كثير خطيره ولا يمكن التغاضي عنها، واشياء مقبوله صنفها، يعني صنف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حسب مخاطرها. يعني نحن بنعرف انه الذكاء الاصطناعي له تاثيرات ايجابيه وله تاثيرات سلبيه. تاثيراته الايجابيه انه قدر يتخطى الذكاء البشري وبسرعه كثير كبيره، مثل التعرف على الصوت، الصور والكلام. وايضا ذكاء الاصطناعي ساهم بتطور كثير من القطاعات مثل الطب، التعليم، الهندسي، القانون وغيرها، وساهم بتسريع الوقت وجهد الناس. ولكن من ناحية ثانية كمان منشوف انه هذا الذكاء الاصطناعي كان له تأثير كثير سلبي على ثقافة الانسان وعلى الانسانية والبشرية بحد ذاتها، انه هدد كثير من الوظائف لعدد كثير كبير من الاشخاص حول العالم، بالإضافة الى الاستعمال الخاطئ له، أنه تم تصنيع أسلحة ذاتية التحكم بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة للقرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية والتزييف العميق وغيرها. كرمال هيك نحن بحاجة لإيجاد قوانين مرنة ما بتمنع التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي، ولكن بتساهم أنه يصير في تنظيم لقواعد هيدا القانون. صحيح، واستعماله بشكل آمن ويأمن سلامة وحياة الناس. طب الشركات اللي موجودة بالفعل يا دكتور، يعني شركات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بالفعل، هل في قوانين أصلا خلينا نقول بتحكم إطار عملها، ولا لسه العالم دلوقتي يعني ابتدى أنه يفوق على أنه لازم يبقى في قوانين منظمة لهذه الشركات وعمل هذه الشركات؟ يعني هو القانون لاحظ أنه أي انتهاك من قبل الشركات الكبرى والشركات العملاقة مثل جوجل، مايكروسوفت وغيرها، أنه هذه الشركات بحال انتهكت هيدا القانون الاتحاد الأوروبي وقواعده السلوكية التنظيمية، رح يكون في غرامات مالية كتير عالية، ده في المستقبل يا دكتور، حدود 30 مليون يورو أو 6% من عائدات وأرباح الشركة السنوية، وبالنسبة للشركات الكبرى نحن عم نحكي بمليارات الدولارات. نعم، بس ده يمكن في المستقبل على هذه الشركات في حال انتهاكها لهذا القانون، لأن نحن عم نقول أنه هو رح يبدأ تنفيذه بشكل كامل بال2025. صحيح، وبالتالي في هذه الشركات رح تفرض عليها غرامات يعني فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون. طبعا وتحت هذه الفكرة يا دكتور، بس يعني سؤالي لحضرتك، يعني حاليا وفيما سبق، نعم، شركات اللي عملها متعلق بالذكاء الاصطناعي، هل كان في قوانين أصلا بتحكم عملها، ولا لسه احنا في إطار هذه القوانين اللي لسه هتطبق في القريب العاجل زي ما حضرتك قلت؟ لا يوجد كان أي قانون من قبل لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان الذكاء الاصطناعي مثل ما شفنا ومؤخرا أنه كان عمالقة التكنولوجيا بالعالم، إيلون ماسك وغيره، والأب الروحي للذكاء الاصطناعي. صحيح، جيفري هيمبتون، أنه طلبوا أنه نتروى شوي بتطوير الذكاء الاصطناعي، لأنه لم يعد هناك قدرة للبشر على
متابعة والسيطرة على الذكاء الاصطناعي مثل ما هو عم يتطور، وبالتالي كان في خوف كتير كبير من سيطرة الذكاء الاصطناعي أنه يصير عنده المقدرة على تطوير ذاته وتدمير يعني يعتبر البشر عنصر غير فعال ويقضي على البشرية. كرمال هيك كان في طلب مهلة أنه نحن نوقف تطوير الذكاء الاصطناعي بمرحلة معينة لوضع قوانين وقواعد تنظيمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استعماله من قبل الشركات الكبرى، خاصة أنه صرنا عم نشوف مؤخرا كثير من التضليل وكثير من خطاب الكراهية وكثير من التزييف وصناعة الرأي العام الكاذب. وبالتالي فالذكاء الاصطناعي عم بيغير بحياة البشرية وأصبح خطير جدا على حياة البشر. دكتورة، بالإضافة لإيجابياته اللي حكينا عنها، ولكن الآن أصبح يعني الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية، ونحن بحاجة لقوانين تقدر تقمع شوي تطور الذكاء الاصطناعي لنقدر نحن نتطور فيه بشكل قانوني وبشكل مشرع ومضبط. طيب هل حضرتك شايفة أنه الاهتمام الأوروبي وحده يكفي؟ احنا بنتكلم في تقنية عابرة للحدود والقارات، يجب أن يكون هناك اهتمام من كل الدول. في اهتمام من كل الدول. الرئيس الأمريكي كمان مؤخرا حكى عن تنظيم الذكاء الاصطناعي بكل دول العالم، ولكن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كانت الأولى بالعالم اللي هي ناقشت هذا التنظيم وهذا القانون، واعتبرت أنه بحال إقراره للقانون رح يكون الأول في العالم اللي حيتبع باقي الدول في التطبيق وفي التنظيم. نحن بنشوف أن خطوة كثير مهمة وخطوة يعني بدنا نقول شعلة مضيئة إذا نحن قدرنا نطبق هذا القانون بشكل كثير كبير وبشكل كثير فعال، خاصة أنه نحن عم نشوف أنه الذكاء الاصطناعي عم يتطور بشكل مضطرد، وبالتالي نحن ما عندنا القدرة والسيطرة عليه حتى تشريعيا. يعني حتى بالقانون نحن ما عم يقدر القانون يواكب هيدا التطور في الذكاء الاصطناعي، ما عم يقدر يلحقه لكن اعتقد يا دكتورة انه لو في قواعد وقوانين بتنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازم تكون موحدة على مستوى العالم كله، لانه من الممكن ان يكون هناك خرق لهذه القواعد في دولة مثلا وليكن في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه القوانين وضعت من قبل المفوضية الأوروبية، فكيف تطبق هذه القوانين على دولة أخرى؟ فيجب أن تكون هذه القوانين قوانين ثابتة وموحدة في كل دول العالم. قانون الاتحاد الأوروبي اللي تم مناقشته اعتبروا أنه هذه الشركات طالما أنه هي موجودة بالاتحاد الأوروبي وأنه مواطنين عم يستعملوا هذه الابليكيشنز هذه التطبيقات من قبل الشركات العملاقة الكبرى ويتم استعمال بيانات هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فهذا القانون يطبق عليهم. يعني لنقول فيسبوك، تويتر، يعني الآن إكس، منصة إكس، تويتر سابقا، وغيرها من التطبيقات الانستا وغيرها. نحن اليوم اللي عم نشوفه انه هذه التطبيقات موجوده بالاتحاد الاوروبي وعم يتم استعمالها من قبل مواطنينا، فاعتبرت انه بحال استعمال مواطنينا لهذه التطبيقات فالقانون يطبق على الشركات عليها. فنحن من هون بنشوف انه القانون فرض غرامات كثير عاليه على هذه الشركات في حال انتهكت هذا القانون، على الرغم من وجودها معظمها في أمريكا. يعني نحن بنعرف أنه معظم الشركات الكبرى العملاقة مايكروسوفت، جوجل، الفيسبوك، تويتر، وإنستا وغيرها هي موجودة، مقر الرئيسي هو بأمريكا، ولكن يمكن محاسبتها وتغريمها من قبل الاتحاد الأوروبي لأنه هي تطبيقاتها موجودة وتستعمل من قبل المواطنين في الاتحاد الأوروبي. طيب دكتور جيهان، يعني انطلاقا من نفس النقطة، الحقيقة يمكن زي ما حضرتك ذكرتي الأب روحي للذكاء الاصطناعي جيفري هينتون،
كان من ضمن مخاوفه أو من أكبر مخاوفه أنه الذكاء الاصطناعي يمكن إحنا اللي كنا متعودين عليه في الفترة السابقة أنه الروبوت أو أيا كان نوع الآلة أو الآلة اللي بتستخدم يعني في الذكاء الاصطناعي كانت بتغذى ببيانات أو بأوامر هي بتقوم بتنفيذها. المشكلة أنه بقى في ذكاء اصطناعي توليدي بقى قادر أنه هو يحلل هذه البيانات وقادر أنه هو يخرج أصلا بتحليلات وبنتائج خاصة به هو، وبكل تأكيد يقال أنه قدرته على حتى استخراج هذه البيانات أو التحليل بتكون أقوى من قدرة البشر. النقطة دي إزاي من خلال هذه القوانين يمكن أصلا أن تحل، خاصة أن حضرتك قلتي أن هذه التطبيقات بتستخدم من قبل مواطنين وبتكون موجودة بالفعل للناس أنها تستخدمها؟ يعني مثل ما شفنا بتشرين 2022 كان عندنا تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعرفنا انه نحن هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي صار في له اكثر من نسخه، يعني عندنا تشات جي بي تي، عندنا جي بي تي 4 واوتو جي بي تي وميدجورني وغيرها من التطبيقات اللي هي تستعمل الذكاء الاصطناعي. اللي نحن بنشوفه انه هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي بيعتمد على بيانات الأشخاص وجميع البيانات الموجودة بالعالم، ولكن هذا التطبيق يفتقر إلى الدقة، وبالتالي في كثير من الآراء والمعلومات المضللة. يعني بأمريكا شفنا أنه كثير من المحامين اعتمدوا على الشات جي بي تي، وكثير من الأكاديميين والجامعيين بأبحاثهم بمقالاتهم و بغيرها اعتمدوا على هذا التطبيق، وبالتالي طلع أنه معظم هذه المعلومات ما عندها أي مصدر وما وبالتالي هي مضللة. يعني نحن عم نشوفه أنه هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي عم بيغير العالم وعم بيصنع رأي عام عالمي، مثل ما حصل مؤخرا بغزة. نحن كنا عم نشوف أنه في كتير استعمال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بهذه الحرب وأيضا بكثير من الأمور. القانون ما عم يقدر أيضا يواكب هذا التطور، ومن هون الخوف اللي نحن عم نعيشه بهذه المرحلة، أنه على الرغم من العمل على تشريعات وقوانين كتير مهمة على مستوى العالم، ولكن يبقى التطور التكنولوجي أسرع من التطور التشريعي. كل الشكر لحضرتك دكتورة جيهان الفقي، أستاذ قانون المعلوماتية بالجامعة اللبنانية. لسه مكملين مع حضراتكم، وهنروح لقطاع غزة والحرب على قطاع غزة. الصحف البريطانية اهتمت بتصاعد المواجهات في غزة والحرب الإسرائيلية اللي بتستهدف تهجير الفلسطينيين ودفع أهالي غزة للاتجاه نحو الجنوب في خرق واضح لكل قوانين حقوق الإنسان، واللي بالمناسبة بيحصل بالتزامن مع مرور 75 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. خلونا طبعا يكون معنا قراءة وافية في هذه الصحف مع الأستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. في البداية هنبدأ جولتنا في الصحف الأجنبية من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشرت مقال رأي للكاتب جدعون راشمان تحت عنوان إسرائيل وفلسطين وسراب حل الدولتين، واللي بيكشف فيه طبعا عن المخاوف اللي بتهدد السلام في المنطقة. خلينا نلقي الضوء أكتر على هذا الطرح. كل احنا بيكون معانا بشكل يومي قراءة بشكل عام في الصحف المختلفة، الصحف العالمية ازاي اتكلمت عن الأوضاع في قطاع غزة، وكنا دلوقتي بنتكلم عن يعني مقال للرأي بيتكلم عن سراب حل الدولتين ومسار حل الدولتين ازاي هيكون شكله في المستقبل. دلوقتي احنا بنتكلم في شهرين ونص من الحرب والعدوان على قطاع غزة، ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية مستمرة وحرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة في قطاع غزة وسط صمود من عدد كبير جدا من المؤسسات الدولية، او حتى الآن لم تتخذ موقف جاد وموقف فاعل على الأرض لوقف هذا العدوان. ما زال العدوان
مستمر، وبنشوف بعض التصريحات سواء من قبل هذه المنظمات أو من قبل عدد من رؤساء الدول ومسؤولي هذه المنظمات بتؤكد أو يعني بيحاولوا قدر المستطاع أن هم يخففوا من لغة الحديث. بكل تأكيد حتى بنتابع التخبط الواضح الآن والتعارض بين التصريحات التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الجانب الآخر أيضا من قوات الاحتلال الإسرائيلية، تحديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والعالم كله الحقيقة أمام هذا المشهد المربك، يعني أصبح العالم لا حقيقي لا يعلم هل هذه التصريحات حقيقية أم أنها مجرد تمثيلية أو يعني مشهد تمثيلي من يقوم به الجانبين. على أي حال خلينا نعرف تفاصيل أكتر، ومعانا مرة أخرى الأستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. مرة أخرى يا فندم بنرجع مع حضرتك لمقال الفاينانشال تايمز، وهذا المقال اللي تحدث عن إسرائيل وفلسطين وسراب حل الدولتين. هذا المقال اللي بيكشف فيه عن المخاوف اللي بتهدد السلام في المنطقة، وأيضا هذا الكاتب جدعون راشمان، وهو كاتب أيضا يعني له آراء واضحة في هذا الموضوع. يعني مبدأ حل الدولتين، يعني جميع الدول أو الرأي العام العالمي بعد 7 أكتوبر كان هناك تأييد لحل الدولتين. أزمات عديدة ظهرت بعد 7 أكتوبر، منها انهيار نظريات الأمن الإسرائيلي. حضرتك أشرت في المقدمة بالتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي صدر سنة 48. يعني الموضوع كله بيتلخص ان الكتاب البريطانيين في المقالات اللي صدرت خلال امس وصباح اليوم اكدوا ان من 48 كان في اهميه لاجل حمايه الافراد، وان يجب ان يتم النضال من اجل الدفاع عن هذا الاعلان العالمي وتوزيع نطاقه، وهذا لن يحدث إلا بحل دولتين، حل دولتين حقيقي. ما ورد من سراب حل الدولتين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو انتهاك كامل لحقوق الإنسان. يوجد أيضا انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، واللي وقعت بالمناسبة في العام نفسه سنة 48، يعني من 75 سنة أيضا، واللي بتسعى لحماية الجماعات. كمان في مقارنات ابتدت تظهر في الإعلام البريطاني عما يحدث في أوكرانيا وعن التعامل مع حقوق الإنسان في غزة، والتوصل أنه يكون هناك تطبيق عبر مساءلة للجميع بدون استثناء ودعم لاتفاقية لجنة القانون الدولي بشأن الجرائم الدولية، ودعم أيضا محكمة جنائية دولية تحاكم الجميع وليس فقط تحاكم الأضعف. حتى محاولة المقارنة هي غير عادلة تماما ما بين ما يحدث في روسيا وأوكرانيا وما يحدث في قطاع غزة. لكن هنروح مع حضرتك لصحيفة أخرى وتحت عنوان كارثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يناضل من أجل البقاء السياسي فقط. بنقرأ في الديلي إكسبريس عن ما شاهد حزب الليكود بزعامة نتنياهو من تراجع في استطلاعات الرأي. بيتلقى طبعا انتقادات من الجميع وحتى من جنود الاحتياط الإسرائيليين اللي وجدوا أن زيارته المقترحة لقاعدة عسكرية هي زيارة بغيضة. لو حضرتك تكلمنا عن تطورات الوضع داخل الحكومة الإسرائيلية. يعني هناك انحدار كامل في شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يعني نعود لآخر استطلاع رأي في الصحافة الإسرائيلية كان أمس الأول، ونتنياهو حصل على 31% من المستطلعين، وفي المقارنة بني غانس حصل على 51%. مين اللي فيهم هيقدر يقود دولة الاحتلال الإسرائيلي مستقبلا لمنصب رئاسة الوزراء؟ الإسرائيليين أيضا بيروا أن بنيامين نتنياهو ليس ملائما لمنصب رئيس الوزراء،
خاصة خلال الفترة الماضية والترهلات التي ظهرت في الحكومة الإسرائيلية والتخبط الكبير بين تصريحات المسؤولين وبين أفعالهم وبين لا يوجد أي جدوى للتصريحات التي يخرجون بها اليوم ويتم نفيها غدا. ايضا تعامل بنيامين نتنياهو والحكومه الاسرائيليه مع اهالي المحتجزين في قطاع غزه اثار الراي العام الاسرائيلي على الحكومه الاسرائيليه، ويرى البعض ايضا ان هناك مماطله كبيره من بنيامين نتنياهو من اجل عدم التوصل لحل لما يجري في قطاع غزه، وايضا من اجل التغطيه على المحاكمه المستمره التي متهم فيها في ظل اربع قضايا فاسده. طيب، بي بي سي ايضا كتبت على لسان مسؤول وكاله الأونروا اللي بيحذر من دفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصريه. ايه الوضع على الحدود بحسب البي بي سي؟ يعني بحسب البي بي سي هو كان تصريحات لمدير وكاله الأونروا من معبر رفح، وقال نصا ان مئات الالاف من الفلسطينيين بيتم الدفع بهم باتجاه الحدود المصرية مع عدم وجود مساعدات لا يمكن معرفة ما سيفعله اليأس بهم. في الحقيقة أن الفلسطينيين أكدوا أكثر من مرة رفضهم التام لمخططات التهجير الإسرائيلية. على الجانب الآخر، الجانب المصري، الحكومة المصرية، القيادة المصرية أعلنت رفضها التام لكل المخططات الإسرائيلية لأي تهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية. والشعب المصري أيضا يؤيد ويدعم القيادة السياسية في موقفها من تصفية القضية الفلسطينية. هناك العديد من الأزمات التي جعلت من مدير وكالة الأونروا يدلي بهذا التصريح، لا سيما التضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الشمال وإجباره على الترحيل قسريا إلى مناطق الجنوب. وتقريبا يعني كان هناك آخر إحصائية أن 70% من قطاع غزة الفلسطيني لا يوجد به أي مؤسسات صالحة نظرا لكثافة القصف الجوي الإسرائيلي. طيب، كلنا شفنا وتابعنا مقاطع فيديو لقوات الاحتلال وهي بتشعل النيران في عدد كبير من المواد الغذائية. الديلي ميل كتبت طبعا غضب كبير ضد القوات الإسرائيلية بعد انتشار هذه المقاطع. طبعا بكل تأكيد اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، لو حضرتك تكلمنا عن صدى هذا الفيديو اللي انتشر. يعني في الحقيقة يعني الفيديو كان سيء للغاية، وحرق مساعدات للأشقاء في فلسطين بالإضافة إلى تدمير محال تجارية. ويعني المحللين الغربيين بكل تأكيد أكدوا أن مقاطع الفيديو التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي عكست الجانب السيء جدا لجنود الاحتلال الإسرائيلي ودعمهم للحرب بشكل مبالغ فيه. كمان على الجانب الإسرائيلي، يعني منظمة بتسلم لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت في بيان ونشر في العديد من الصحف البريطانية، قالت التجريد من الإنسانية هو وصل لأعلى درجة من يعني الجنود في جنود الاحتلال. وأيضا وصفوا ان ما يحدث يدل على ارتباك، يدل على وحشيه، خصوصا ان كان في جميع تم ربط الفيديوهات باعداد الشهداء الفلسطينيين اللي هو وصل 18400 شهيد فلسطيني، منهم يعني 69 تقريبا في المية من الاطفال والنساء. وتم ربط ان ازاي كلما زادت الفترة في التصعيد والعدوان على قطاع غزة الفلسطيني كلما زادت وحشية جنود الاحتلال والممارسات العدوانية، ليس تجاه فقط المدنيين في قطاع غزة ولكن المساعدات التي يحصلون عليها.
حقيقة أستاذ محمد يمكن هذه المشاهد حتى لا تنم فقط عن أفعال عدوانية، لكن يعني بنشوف سلوك الحقيقة غريب جدا. أي جيش أيا كان ما يحارب من أجله في البداية بيكون أول مبدأ عنده هو حتى الشرف في الحرب، زي ما كان قال أنطونيو غوتيريش حتى الحرب لها قواعد. لكن هذه المشاهد اللي بنراها، إن كان الجندي اللي بيهدي تفجير مباني وقتل مدنيين لبنته في عيد بلادها اللي بتتم سنتين، أو الجندي الآخر أو كان في مجموعة من الجنود اللي بيشاركوا مراسلة كانت موجودة عشان تنقل ما يحدث على أرض الواقع بيشاركوها وهي بتجرب أنها أيضا تقصف الصواريخ على المدنيين. كل هذه المشاهد الحقيقة يعني أعتقد أن احنا ما شفناهاش في لم نراها ارتكبت من قبل أي جيش عامة. يعني لا أعلم إيه التوصيف الصحيح لهذه المشاهد، يمكن عشان كده العالم بالفعل بيستنكر كل ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد علي حسن الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرة. في إشادة من فريق المتابعة الدولية اللي كانوا بيغطوا الانتخابات الرئاسية 2024 أكدوا عدم وجود أي انتهاكات أو خروقات داخل العملية الانتخابية، ده غير طبعا المشاركة العالية جدا من المصريين واللي كانوا حريصين على الاصطفاف أمام لجان الاقتراع. خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر وعن المتابعة الدولية للانتخابات مع ضيفنا المنور في استوديو صباح الخير يا مصر، الأستاذ إسلام أبو العنين مدير برامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان. صباح الخير لحضرتك منور. صباح الخير يا فندم. صباح النور، ازيكم؟ يعني الحقيقة إنه المشهد يعني خلاص يعني نقدر إن هو اقترب على الاكتمال. خلينا نقول إنه فعلا ملحمة كانت موجودة، شفنا يمكن كل جهة وكل شخص قام بدوره على أكمل وجه. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم رؤية العالم لمشهد الانتخابات الرئاسية 2024 اللي بتأتي في وقت دقيق جدا. احنا خلينا الأول يعني نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنفيذ هذه الانتخابات. اولا خلينا بس نرجع بالذاكره ان دي الانتخابات الرئاسيه التعدديه الخامسه في مصر، وده طبعا من ضمن الانجازات من سنه 2005 والانتخابات الثالثه بعد دستور 2014. الانتخابات جرت تحت ولايه الهيئه المستقله للانتخابات اللي تاسست سنه 2017 بموجب الدستور، رابع استحقاق انتخابي تحت ولايه الهيئه واشرافها، ومن هنا نقدر نشوف تطور الهيئة في عملها وإن هي قدرت تعزز المسار العملية الانتخابية في مصر على مستوى مصر كله. أهم نقطة ونتمنى إن هي تستمر، اتاحت الهيئة الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات، يعني وجود قاضي على كل صندوق في مصر ده ضمانة للمصريين وبيدي نزاهة واطمئنان. يعني انت عارفة الناس بطبيعتها لما تخش اللجنة وتشوف القاضي قاعد على الصندوق بتبقى قاعدة مطمئنة ان هي بتدلي بصوتها، في نظام كم مصوتين، نظام مندوب المرشحين، التعامل نفسه مع داخل اللجنة الفرعية بيكون احسن وافضل. ونتمنى ان الاشراف القضائي يستمر. بالنسبة لفريقنا اللي هو فريق المنظمة العربية لحقوق الانسان، احنا كان بيتكون من 50 مراقب تقريبا. طبعا احنا كمنظمة دولية مش هنتعامل زي المنظمات المحلية في مصر اللي عندها الاف من المتابعين على الارض، فاحنا عشان كده اخترنا فكرة العينة من عدد من المحافظات. في فريق راح الصعيد زي المنيا وبني سويف والفيوم، في فريق راح غرب الدلتا راح اسكندرية والغربية والمنوفية، في فريق راح شرق الدلتا ده غطى دمياط والدقهلية والشرقية، في فريق راح القناه ده غطى بورسعيد واسماعيليه والسويس، زائد فريق اللي موجود في القاهره الكبرى اللي غطى القاهره والجيزه والقليوبيه. عظيم جدا. ازاي كنتوا بتتواصلوا مع الهيئه الوطنيه للانتخابات في الحصول على التصاريح اللازمه وطبيعه التيسيرات والتسهيلات اللي قدمتها الهيئه ليكم؟ ما هو انا بشكرك على السؤال دوت ان انا كنت المفروض اقوله في الجزء الاولاني. الهيئه الصراحه شغاله بقى لها شهور ويمكن سنه تقريبا ان انا الحصول على الاي دي او المتابعه، هو في ثلاث انواع طلعوا للسماح بالدخول للجنه الفرعيه. في اي دي لمندوب مرشح، في كارنيه للمتابع دولي او محلي زي هنا كده، وفي كارنيه للاعلام اللي هو التصريح لبعض وسائل الاعلام بالدخول للجان الفرعيه.
اللجنة من مدة طويلة جدا أعلنت على من يرغب في المتابعة أن هو يبعت بس يكون مرخص في مصر، وبعتنا الأسماء وبجوازات سفرهم أو البطاقة القومية وبالتالي طلع الاي دي اللي استلمناه قبل الانتخابات تقريبا بأسبوعين، وده سهل. ما ده اللي هنا بنقوله ان رابع انتخابات تحت اشراف الهيئه، فخلى في تطويف عمل الهيئه نفسها. بقى عندهم خبره كمان. خبره وسهوله، والموقع الالكتروني ممتاز بيسهل عمل الدائم. ودوت ادى فرصه ان احنا نشتغل بسهوله. خلي بال حضرتك برضه، يعني حتى القضاة في استقبالهم على داخل اللجان الفرعيه عارف ان في اللي معاه الكارنيه دوت يسمح له بدخول اللجنه. رجال الامن خارج اللجان برضه بيسمحوا بالتعاون ان هو يسال مستشار في متابع عايز يدخل، وكان في تسهيل للدخول دايما. ايه اهميه ان تخرج هذه الانتخابات بدون اي خروقات؟ احنا دايما المعيار هل الخروقات اثرت على النتيجه ام لم تؤثر. احنا شايفين الانتخابات تمت بنزاهه وكفاءه لا تؤثر على النتيجه ايا كانت النتيجه، وهنا ده المعيار بالنسبه لي كمتابع دولي للانتخابات، هل اثرت على النتيجه ولا لا، هل في قبول بالنتيجه من المرشحين الاخرين، هل في قبول نتيجه شعبيا. تمام، دي اهم نقطه. يعني دايما المشروعيه او الشرعيه للانتخابات بتيجي من هنا. طيب فكرة أنه يعني حضراتكم كنتوا موجودين زي ما حضرتك ذكرت أمام مراكز الاقتراع، قستوا يعني لو هنتكلم على ردود فعل المواطنين أو خلينا نقول نسبة رضا المواطنين على سير وسهولة العملية الانتخابية؟ ما هي جزء من التنسيق اللي عملته الهيئة أن بقى فيه سهولة للعملية الانتخابية. يعني فكرة أن يعني الناخب نفسه داخل من خلالكم يعني لمستوا ده فعلاً؟ لمسناه لسببين. أولاً الهيئة الموقع بتاعها محدث، بتخش لو أنا عندي وعي بالموضوع بخش أجيب لجنتي ورقم لجنتي فين وبدخل. صحيح. على طول. لو أنا ما عنديش وعي كافي بكده الهيئة موفرة أجهزة الكمبيوتر قدام اللجنة بتسهل للي مش عارف لجنته فين، فانا لما ابقى داخل عارف لجنه الفرعيه كام ورقم في الكشف كام، فده بيسهل الدخول. الفريق المعاون للمستشارين بالتسجيل برضو كانوا مدربين بشكل كافي. الفكره برضو ان زي ما قلنا ان وجود الهيئه على اربع انتخابات ودي الخمسه اداها خبره واداها رسوخ في التنفيذ وسهوله. تمام، زائد وجود الاشراف القضائي دوت ضمانه كبيره. وانا اتمنى ان هي تستمر. ان خلي بالكم من حاجه، الهيئه العامه للانتخابات من حقها في الانتخابات الجايه ان ما تجيبش القضاه مثلا، ان الانتخابات تستمر، لان ده بالمناسبه ده يعتبر مطلب شعبي من خلال مش خلي بالكم احنا داخلين على انتخابات محليه السنه الجايه. طبعا مفهوم. بتوصيه من الحوار الوطني بانه يستمر الاشراف القضائي واستجابه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الامر. اعتقد ان احنا هنكمل في هذا الموضوع، لان زي ما حضرتك ذكرت نقطه مهمه في طمانه الناخب نفسه. انت قلت لي الضمانه الشعبيه، انا الضمانه الشعبيه كشخص كمواطن عادي لما بخش بلاقي قاضي في اللجنه ده بيديني ثقه في العمليه الانتخابيه. طيب يعني يمكن واحنا بنتكلم كمان على متابعه حضراتكم لمجريات العمليه الانتخابيه، فايضا رصدتم ردود الافعال العالميه تجاه طبعا هذه العمليه الانتخابيه. ابرز الردود الافعال اللي حضراتكم تابعتوها. ما هو انا ردود الافعال انا اقدر اقيسها على المجموعه اللي كانت معي. يعني احنا كان معانا 18 جنسيه عربيه واوروبيه. أنا نفسي كنت مسؤول عن فريق غرب الدلتا، رحنا منوفية ورحنا طنطا ورحنا اسكندرية، كان معايا من المغرب والبحرين شافوا العملية الانتخابية ماشية ازاي، وكل محافظة كنا نروحها كنا بنروح من أول سنتر المحافظة للأماكن الشعبية للأماكن المتوسطة، يعني بنحاول ناخد عينة عشوائية تغطي كل يعني حتى دخلنا زي ما بنقول دخانيق في بعض المحافظات حتى أنا ما رحتهاش قبل كده يعني. فشافوا العمليه الانتخابيه ماشيه ازاي، شافوا اقبال الناس وخصوصا السيدات وكبار السن على الانتخابات، شافوا الشباب اللي واقفين قدام اللجان، وكان تقييمهم دايما ان ده تطور ايجابي للمصالح. والصوره اللي في اللجان الصغيره زيها بالظبط زي الصوره زي اللي في اللجان الكبيره. بالعكس على فكره اللجان الصغيره كان فيها اقبال اكتر شويه من الاماكن الحضاريه.
ان كان الدعوه للمشاركه في الاماكن الصغيره بتبقى اسهل. ده بكل تاكيد طبعا بيفرق مع الطبقات الاجتماعيه المختلفه، مع ظروف الناس، في ناس عندها شغل، في ناس اجازات بكل تاكيد. لكن المهم أكيد. والصوره اللي الاستاذ اسلام بياكد عليها انه حتى اللجان الفرعيه الصغيره اللي موجوده في القرى وفي النجوع، التنسيق والترتيب اللي فيها والنظام اللي ماشي فيها هو نفس النظام اللي كان موجود في اللجان العامه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ اسلام ابو العينين. قبل يعني حاجه اخيره بس، احنا نسينا نقول ان كان في تصويت في الخارج للمصريين، وده احد مكاسب الثوره، ونتمنى ان هو يستمر ويبقى الكتروني تسهيلا على العاملين في الخارج. يعني دي نقطه خلافيه شويه، لانه البعض بيقول تصويت الكتروني فقط للمقيم في الخارج مش اللي داخل مصر. اللي داخل مصر يفضل تصويت زي ما احنا، لكن مثلا حد شغال في السعوديه فالكونسوليه في جده وهو شغال في شيء مفهوم بعد المسافه طبعا، فبيبقى صعب جدا، فالسماح ليهم بالتصويت الالكتروني. شكرا جزيلا ليك استاذ اسلام ابو العينين، مدير برامج بالمنظمه العربيه لحقوق الانسان، شرفتنا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره في نفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.